بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. الحقيقة مفيش حد بيقول أنا عملت داخل النادي الأهلي، مفيش حد بيقول كده، عمرك ما تسمع هذه الكلمة. في الأهلي كل واحد في مكانه وعارف دوره. في الأهلي القرار بيكون لمجلس الإدارة بالكامل. في الأهلي أيضا نتيجة العمل الجماعي دايما بتكون نجاح، وعلشان كده دايما في الأهلي أجيال بتسلم بعض. في النادي الأهلي شغل كتير كل يوم، وعلى مدار الأيام اللي فاتت كنت بستعرض مع حضراتكم بعض التفاصيل عن فرع القاهرة الجديدة أو مقر القاهرة الجديدة، وكمان عن افتتاحات في الجزيرة وتطوير مستمر في مقر النادي الأهلي في الشيخ زايد، وتطوير أيضا مستمر في مقر النادي الأهلي في مدينة نصر. الحقيقة اللي بيحصل ده نتاج عمل مستمر، والعمل ده لا يتوقف، لأن النادي الأهلي مؤسسة رياضية واجتماعية ضخمة جدا، وشعبيتها كبيرة جدا، وبالتالي لابد أن يكون التطوير والتحديث والإنشاء يكون دائما متواصل، وده أمر الحقيقة دائما هذا الأمر لن يكون سهلا. ليه بقى مش سهل؟ لأنه بعض الناس بتنسى أن أي مؤسسة كبيرة زي النادي الأهلي أكيد لازم يكون ليها إدارة اقتصادية مناسبة لحجم شعبية والتطوير اللي بيحصل داخل النادي الأهلي، وده اللي اتكلم فيه كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في المؤتمر الأخير عن الإعلان عن شراكة استراتيجية مع اتصالات مصر، لما قال إن النادي الأهلي جاذب للاستثمارات الكبرى. وهنا الحقيقة نقدر نفهم مع بعض إن مكانة النادي الأهلي الاقتصادية، خدوا بال حضراتكم من الكلام ده لأنه كلام مهم جدا، الكل يعتقد أو هناك بعض من جمهور الأهلي الحقيقة المرة دي بيعتقد إن الأهلي مؤسسة رياضية فقط، لا، الأهلي مؤسسة رياضية واجتماعية كبيرة جدا 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 داخل هذا البلد. المكانة النادي الأهلي الاقتصادية جزء لا يتجزأ من نجاح النادي ومجلس إدارته. كل مجلس الإدارة ويتقدمهم الكابتن محمود الخطيب كلهم الحقيقة بيبذلوا أقصى مجهود. وعلى فكرة اللي بتشوفه دلوقتي من نجاحات اقتصادية في مثل هذه الظروف، النجاحات الاقتصادية بتبقى صعبة جدا 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 فوق ما حضرتك تتخيل. إذا كنت أنت بتدير بيتك كرب أسرة، بتدير بيتك شايف ان الموضوع صعب، فما بالك ان انت بتدير نادي جمعيته العموميه بتقترب من المليون فرد في كل المقرات. ليه مليون؟ لان انت 200 الف في 4 ب 800 و 200 الف صغيرين، يعني حوالي مليون بالاسره يعني. فانت بتدير مليون فرد داخل النادي. بحضرتك يجب أن مجلس الإدارة يعني يجب أن يوفر لكل للمليون فرد، مش مليون إلا واحد، للمليون فرد بيوفر لهم إيه؟ كل الخدمات اللي جوه النادي، أنشطة رياضية، خدمات، أكاديميات، أنا بتكلم بقى عن النواحي الرياضية، بنية تحتية، حمامات سباحة، صيانة، نظافة، حاجات كتيرة يعني. أنا لو عديتها حاجات كتيرة جدا، أنشطة ترفيهية وأنشطة كل اجتماعية، كل حاجة، كل ما يحدث داخل النادي الأهلي اللي مسؤول عنه مجلس الإدارة. وبالتالي أنا سمعت أرقام مخيفة، والله العظيم سمعت أرقام مخيفة. حضراتكم عارفين النظافة مثلا بيتصرف عليها كام؟ بيتصرف عليها مبالغ كبيرة جدا في كل المقرات النادي الأهلي، لأن ده عمل يومي، وما ينفعش عضو الجمعية العمومية في النادي الأهلي يجي ويقعد على كرسي ويلاقيه مكسور أو مقطع أو تحته ورق أو حاجة من هذا القبيل. عمرك ممكن تلاقي طبعا، ده طبيعي، لكن صعب جدا جدا دائما يكون هناك حرص على أن يكون النادي الأهلي الأفضل في كل شيء ويقدم أفضل خدمة لأعضائه. امبارح وأنا بتكلم مع حضراتكم قلت لحضراتكم إيه؟ إن النادي الأهلي دائما كمجلس إدارة يعني دايما بينظر لأن يكون الأول في كل شيء إعلاميا. إحنا إعلاميا قلت لحضراتكم امبارح لو في أي حاجة
انا متاكد 1000000% ان جمهور النادي الاهلي اللي بينتقد قناته او اعلامه بيقول ان اسلام النهارده لابس جاكيت رمادي ما ينفعش يلبس جاكيت رمادي، انا متاكد ان دي في الصالح العام. فعشان كده هغير الجاكيت، ما عنديش مشكله. هو الواحد بيشتغل ليه؟ بيشتغل علشان يرضي جمهور الاهلي، مش عشان حاجه تانية. يعني الواحد مش بيشتغل علشان طالع مثلا لا، انت بتشتغل علشان ترضي جمهور النادي الاهلي فقط لا غير. نفس الكلام بالنسبه لمجلس الاداره. هو مجلس الاداره ده بياخد مرتب مثلا؟ ما بيحصلش. مجلس الاداره ده بيستفيد من وجوده في مجلس؟ بالعكس. لكن اعباء كبيره جدا جدا في كل شيء، لكنها مسؤوليه تم تكليفها من الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، مجلس الاداره من الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. الجمعيه العموميه للنادي الاهلي افضل جمعيه عموميه في تاريخ الانديه. الجمعيه العموميه والجمعيه العامه بالمناسبه، الجمعيه العموميه في النادي الاهلي دي عندهم رؤيه كبيره جدا ووعي، وعارفين مين اللي بيشتغل ومين اللي ما بيشتغلش، وعارفين مين بيعمل ايه. السيدات الفضليات اللي موجودين في النادي الاهلي لهم دور كبير جدا 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 في كل ما يحدث داخل النادي الاهلي. عشان كده عملنا لهم برنامج الحريفه النهارده، اول حلقه كانت موجوده النهارده، حاجه جميله جدا وحاجه محترمه، وهيبقى مهتمه بسيدات النادي الاهلي. هذا البرنامج هيكون مهتم بسيدات النادي الاهلي دائما. فاللي بقوله لحضراتكم ان كل حاجه بتتعمل عشان حاجه واحده فقط، عشان جمهور النادي الاهلي، مش عشان حاجه تانية. يعني انا لما اجي اعمل استفتاء مثلا، يعني انا مش عايز اتكلم في الحاجات دي لانه النهارده يوم لطيف، فانا مش عايز اتكلم في الاستفتاءات الوهميه وما يحدث في الاستفتاءات الوهميه. انا ممكن اقول للشباب عندي، بقول لكم ايه، بينا وبين بعض كده نعمل استفتاء وهمي، او بلاش اقول لهم، مش هقول لهم استفتاء وهمي، هقول لهم تعالوا نعمل استفتاء ونطلع البيت الكبير افضل برنامج. دي اسمها علاقات عامه ومجاملات وليست استفتاءات، لان انا متاكد 1000000%، 1000000%، انا ما عنديش شك في الكلام اللي انا بقوله ده، ان اي استفتاء هيخش فيه النادي الاهلي او اسم النادي الاهلي، قناه الاهلي، قناه اي ما يخص النادي، اي حاجه تخص النادي الاهلي، النادي الاهلي اللي هياخدها. شوفوا استفتاء الفيفا عن افضل ظهير ايسر في بطوله كاس العالم، مين؟ علي معلول. اشمعنى؟ جمهور الاهلي قبل بدايه المونديال، جمهور الاهلي. انا ما بتكلمش عن مستوى فني، ولكن انا بتكلم عن ان في علي معلول بيلعب في منتخب تونس وبيلعب في النادي الاهلي، فاتحط ده على السايد بتاع الفيفا، فلما اتعمل استفتاء عن طريق الفيفا جمهور الاهلي كسب علي معلول. فمحدش يقنعني ان في استفتاءات ممكن حد تاني يكسبها. معلش يعني ايه؟ يا جماعه شيء، يعني لما بيحصل مثل هذه الامور، والله احنا كنا قاعدين الشباب كلنا قاعدين النهارده قعدنا نضحك، هنعمل ايه؟ والله في حاجات كده تخليك تقعد تضحك فقط. خليني ارجع للجمعيه العموميه للنادي الاهلي تاني، لانها هي الاهم بالنسبه لي، واللي انا شايفه بيحصل داخل النادي الاهلي من تطوير في كل مكان وفي كل مقرات النادي الاهلي يستحق التحيه، يستحق ان انا اقول ان احنا عندنا مجلس اداره محترم وبيحترم نفسه وبيحترم جمعيته العموميه وجمعيته العامه. هو مجلس الاداره ده هل هو مسؤول في قراراته عن ال 200000 اسره او المليون شخص اللي بيخشوا مقرات النادي الاهلي كلها فقط؟ لا، المجلس إدارة النادي الأهلي مسؤول عن 70-80 مليون أهلاوي بيشجعوا النادي الأهلي وبيحبوا النادي الأهلي من قلبهم، مش من أي حاجة تانية. أنا بحب النادي الأهلي من قلبي، مش عايز حاجة تانية من النادي الأهلي غير أن أنا أشوفه بيكسب وأن أنا أشوفه في أحسن حال، بس هو ده اللي أنا عايزه. فبالتالي يجب أن يكون هناك مجلس إدارة زي اللي احنا شايفينه بيحصل ده، تطوير في مقرات النادي الاهلي الثلاثه اللي موجودين دلوقتي او اللي بالفعل موجودين دلوقتي خلال الفتره السابقه. العالم كله حصل فيه ازمات ماليه بسبب فتره الكورونا. اكبر انديه العالم كان عندها خسائر،
ولكن الاهلي على فكره انا مش بقول كده علشان مثلا ايه اطبل لمجلس اداره النادي الاهلي ولا شيء من هذا القبيل، يا جماعه ده واقع وبالارقام. بالارقام يعني الارقام لو مش موجوده مش هطلع اتكلم اقول هذا الكلام. مش هطلع اقول ان الاهلي بمجلس ادارته قدر يعدي ويحقق فائض في الميزانيه للنادي. في ظل هذه الظروف وفي ظل اللي بيحصل حوالينا في العالم كله بيجي مجلس إدارة بتخطيط محترم وجيد وإدارة أزمات رائعة. لما تجيلك حاجة زي الكورونا دي محدش كان متخيل إن ده هيحصل. هل أفكر حضراتكم إنه أفكر حضراتكم بحاجة مهمة جدا، اللي لو تفتكروا أيام الكورونا يمكن النادي الوحيد اللي فضل محافظ على مرتبات موظفينه كاملة. مفيش حد مثلا أنا بشتغل في النادي الأهلي وبقبض 10 جنيه، ما جاش مثلا الكابتن خطيب قال لنا إيه كرئيس نادي الأهلي خدوا 7 مثلا وسيبوا 3 عشان خاطر كورونا، ما حصلش. لم يحدث، ولكن العكس هو اللي حصل. أن النادي الأهلي أقر في ذلك الوقت أن كل الناس تاخد فلوسها عفوا بزيادات. بالزيادات المحتسبة العادية يعني. هذا هو النادي الأهلي وهذا هو مجلس إدارة النادي الأهلي اللي فيه البعض زي ما حضراتكم شايفين كده بيعملوا إيه معاه خلال الفترة السابقة يعني. هو ده النادي الأهلي. وهو ده الفارق ما بين النادي الاهلي ومجلس ادارته وما بين اي حد تاني. مجلس الاداره لما يجي يتكلم حضراتكم بتشوفوا، هل حضراتكم بتشوفوا مجلس اداره النادي الاهلي من اول الكابتن محمود الخطيب لغايه اصغر عضو مجلس اداره اللي هي مي، من اول الكابتن خطيب لغايه اصغر عضو، هل حضراتكم بتسمعوا حد بيطلع يرد على حد؟ بتشوفوا حد بيطلع يتكلم على حد؟ ابدا. الناس شغاله في مقرات النادي الاهلي المختلفه، عايزين نفتح المقر النادي الاهلي في القاهره الجديده، وان شاء الله ان شاء الله قريبا جدا جدا هتسمعوا هذا الامر، هتسمعوا ان الافتتاح قريب، الافتتاح ان شاء الله ان شاء الله هتشوفوا حاجه كده يعني ان شاء الله ربنا يكرم يعني. انا ما بتكلمش عن حاجه ولكن ده توقعي. ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه تشوفوا افتتاح يليق، افتتاح لمقر النادي الاهلي في التجمع في القاهره الجديده يليق بالنادي الأهلي اللي مجلس إدارته حقق النهاردة في الجمعية العمومية أعلى فائض أو أعلى ميزانية في تاريخ النادي الأهلي وفيها فائض كمان. أنا كنت بقول مكسب لكن فيها فائض 150 مليون جنيه أو 140 مليون جنيه. طب الميزانية دي كام؟ 3 مليار وشوية، 3 مليار ومية. ازاي قدر النادي الاهلي ومجلس ادارته يعمل كده؟ قدر يعمل كده بحاجه واحده، مسانده جمهور النادي الاهلي، مسانده الجمعيه العموميه للنادي الاهلي والجمعيه العامه للنادي الاهلي، 70 80 مليون اهلاوي. حضرتك وانت قاعد بتفكر كده مش كنت فاكر عارف ان الكابتن محمود الخطيب كان مسافر قعد شهر تقريبا او شهر ونص في موضوع الفحوصات اللي كان بيعملها خلال الفتره الاخيره؟ اقسم بالله كابتن خطيب كان بيتكلم صبح وظهر وبالليل وعصر كل طول الوقت بيكلم هنا يسال وبيعمل هنا. يا كابتن يعني انت راجل يعني انت رايح تعمل يعني فحوصات يعني ما تقلقش يا كابتن الدنيا ما فيش اي حاجه عملته ايه هنا؟ ده الكلام ده بيجي لي من الناس اللي في النادي. مجلس الاداره كاملا كان بيموت نفسه. الاستاذ العمري فاروق، الاستاذ خالد مرتجي، الأستاذ طارق قنديل، الأستاذ محمد سراج، الدكتور محمد سراج، الأستاذ محمد الجرحي، الأستاذ محمد الضماطي، الدكتور محمد شوقي، كابتن حسام غالي، دكتور مهند مجدي، المهندسة مي عاطف، كل هؤلاء الأسماء، الأستاذ محمد الغزاوي طبعا، كل هذه الأسماء كانت بتموت نفسها خلال الفترة السابقة. والأستاذ طارق قنديل، كل الناس الحقيقة، أنا مش عايز أنسى أسماء. ولكن كابتن خطيب كان دائما بيتابع ايه اللي بيحصل كل يوم، كل يوم ايه اللي بيحصل هنا بتعمل ايه. الاستاذ العمري كان عمل حاجه كده في 4 شهور تراخيص معينه ومطابقه معينه لمقر النادي الاهلي في القاهره الجديده.
عملها في شهر واحد، عشان ده كان طلب مجلس الاداره من الاستاذ العمري ان هو يعمل كده، عملها. استاذ خالد مرتجي زي ما حضراتكم شايفين امين الصندوق عمل ميزانيه، يعني ما حدش كان يتوقع ان تظهر هذه الميزانيه بهذا الشكل الرائع وهذا الفائض الكبير اللي موجود. هو ده النادي الاهلي، وهو ده الفارق ما بين النادي الاهلي واي شيء اخر واي نادي اخر. تعالوا نروح نشوف تقرير هنعرف فيه تفاصيل كتيرة جدا عن مقر النادي الاهلي في القاهرة الجديدة وافتتاح ملاعب البادل في مقر النادي الاهلي في الجزيرة، ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة اخرى. لم يكن شعار، تاريخ، مبادئ، تطوير، لم يكن مجرد كلمات، وإنما هي إنجازات تحققت على أرض الواقع وعمل مستمر تشهد عليه الطفرة الإنشائية والخدمية الكبيرة في كل مقرات وفروع النادي الأهلي، وأحداثها فرع التجمع الخامس الذي يقترب موعد افتتاحه الرسمي. وتوالت خلال الفترة السابقة زيارات الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي ومعه أعضاء المجلس لتفقد كافة المنشآت وأماكن جلوس الأعضاء والمبنى الإداري والمبنى الاجتماعي ومبنى الأكاديمية وغرف خلع ملابس الفرق الرياضية ومنطقة ألعاب الأطفال والمنافذ الخدمية للأعضاء. ويشهد يوم 3 ديسمبر نقل الجهاز الإداري للفرع بما تتطلبه حاجة العمل من موظفي الاشتراكات والأمن والنشاط الرياضي وكافة الإدارات المختلفة، ويتم ربط فرع التجمع إلكترونيا بمقر النادي بالجزيرة وكذلك فرعا مدينة نصر والشيخ زايد فيما يتعلق بالاشتراكات والملاعب والأكاديميات لإكمال عملية الربط الإلكتروني بين المقر الرئيسي والفروع، تمهيدا لاستقبال الأعضاء بداية من يوم 16 ديسمبر للتعرف على ما يضمه الفرع الجديد من منشآت وملاعب وغرف خلع ملابس ومناطق خدمات وألعاب الأطفال. وأيضا سيتم استقبال الراغبين في الحصول على عضوية فرع التجمع الخامس والانضمام لعائلة الأهلي. ولأن العمل والتطوير في الأهلي لا يتوقف، جاء افتتاح ملاعب البادل بمقر الجزيرة ضمن الخطة الإنشائية التي تهدف إلى وضع النادي في المكانة التي يستحقها وتقديم أفضل الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية. ملاعب البادل تم إنشاؤها وفق أفضل المقاييس العالمية مع انتقاء أفضل الخامات التي تم استيرادها بالكامل من الخارج. إن الطفرة الإنشائية التي يشهدها النادي الأهلي في مختلف مقراته وفروعه ليست فقط لخدمة أعضاء الجمعية العمومية، وإنما تتخطى ذلك لكونها إضافة كبيرة للبنية التحتية الرياضية المصرية، لأن الأهلي دائما ما يمد المنتخبات الوطنية بعناصره المميزة في مختلف اللعبات، وسيظل الأهلي بتاريخه العظيم ومبادئه الراسخة وبالتطوير المستمر سيظل دائما رقم واحد. هنرجع مرة تانية بقى نتكلم عن كرة القدم، لأنه النهاردة زي ما قلت لحضراتكم كان يوم حلو جدا النهاردة في الجمعية العمومية. فوضت مجلس إدارة النادي الأهلي في اتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات خلال الفترة القادمة إن شاء الله، وده يعني احنا مستنيين بس بعض اللقطات تجيلنا من النادي علشان نقدر نوري حضراتكم ايه اللي حصل، ايه اللي حصل النهاردة في الجمعية العمومية داخل امبارح والنهاردة كمان ايه اللي حصل في الجمعية العمومية للنادي الأهلي. المهم كل يوم احنا دايما بنتكلم مع حضراتكم مع واحد من لاعبي فريق النادي الأهلي. النهاردة كلامنا هيكون عن أحمد عبد القادر. يمكن عبد القادر من المواهب اللي لسه كمان عنده أكتر من كده وهيقدم أكتر من كده بكتير جدا جدا للنادي الأهلي. عبد القادر عنده إمكانيات كبيرة جدا، وأعتقد أنه كمان عنده فرصة رائعة مع المدير الفني السويسري مارسيل كولر، لانه مارسيل من المديرين الفنيين اللي بيقدروا يطوروا ويقدموا الافضل دائما للاعبين. خلونا نطلع نشوف هذا التقرير عن احمد عبد القادر.
خطف النجم الشاب أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي الأضواء منذ أن كان لاعبا في صفوف قطاع الناشئين، حيث كان دائما ينال إشادة المدربين. اللاعب المولود في محافظة الدقهلية انضم إلى أحد أكاديميات الأهلي وشارك في بطولات عديدة للناشئين، وحصل على أول عقد احترافي له مع النادي بعمر 15 عاما فقط. عبد القادر صاحب 23 عاما يمتلك إمكانيات فنية وبدنية كبيرة للغاية، وهو قادر على اللعب في أكثر من مركز داخل المستطيل الأخضر، سواء في مركز الجناح الأيسر أو صانع الألعاب، كما أنه كان يلعب مهاجما صريحا في قطاع الناشئين. وقبل سنوات قليلة مضت انتقل عبد القادر للاحتراف بين صفوف فريق سبارتا براغ التشيكي ليقضي معه موسمين فقط، بعدها قرر العودة إلى بطل إفريقيا بعدما طلبه مسؤولو القلعة الحمراء مجددا. في سبتمبر 2020 وقع عبد القادر عقدا طويل الأمد مع الأهلي الذي أعاره إلى نادي سموحة ليحصل على عدد دقائق أكبر داخل المستطيل الأخضر، وتألق مع الموج الأزرق قبل أن يعود لاعبا أساسيا في تشكيلة المارد الأحمر. حلو حلو، عدى كده كول أحمد عبد القادر، عبد القادر، عبد القادر، هدف أول، مين غير قادر يسجل الهدف الأول للنادي الأهلي؟ يا باي عليك يا أحمد يا عبد القادر. وتألق عبد القادر في أول ظهور بالدوري المصري مع الأهلي، وسجل هدفا في رباعية فريقه الافتتاحية ضد الإسماعيلي على ملعب برج العرب. عرضية حلوة خطيرة، عبد القادر والمهارة والهدف جول. الله 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 الله، هدف مهارة غير عادية. تألق أحمد عبد القادر امتد للمحافل الدولية، حيث صال اللاعب وجال خلال منافسات كأس العالم للأندية الأخيرة، وسجل هدفا في فوز الأهلي على الهلال السعودي بنتيجة 4-0 ليسهم في اقتناص فريقه للميدالية البرونزية، وتوج مع الفريق بلقب بطولة السوبر الإفريقي 2021 والسوبر المحلي مؤخرا. ولعب عبد القادر مع الأهلي 48 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع 7 آخرين، وارتفعت قيمته السوقية بشكل ملحوظ بعدما بدأ في المشاركة أساسيا مع المارد الأحمر. ولا زال جمهور الأهلي ينتظر منه الكثير، لأنه يعتبر أحد المواهب الهامة من إنتاج قطاع الناشئين بالنادي. علي معلول بيطلع كرة حلوة عدت خطيرة، وادي عبد القادر وجول، جول 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 جول. المغامر المغامر عبد القادر من أول زيارة. طبعا بوجه رسالة لجمهور النادي الأهلي، بقول لهم شكرا جدا على الدعم اللي كان موجود السيزون اللي فات. طبعا الواحد بيحاول يشتغل، وانتوا فعلا ساعدتوني جدا ان انا ابقى موجود بالمستوى ده، فشكرا جدا ليكم. وبقول لكم ما تقلقوش، ان شاء الله السنين اللي جايه كلها خير باذن الله، وكله في ايدينا. الحقيقة أحمد عبد القادر الكل ينتظر منه أكتر من كده كمان بكتير. يعني أحمد بسم الله ما شاء الله بيؤدي بشكل جيد طبعا في بعض المباريات. كل لعيبة الكرة كده بالمناسبة أغلب الوقت، إحنا كمان لعيبة النادي الأهلي دائما أو أغلب الوقت بيكونوا في ليفل عالي جدا، ولكن بتيجي بعض الأوقات اللي هم بينزلوا في المستوى شوية، وبالتالي أحمد عبد القادر جمهور النادي الأهلي ينتظر منه أكتر من كده بكتير جدا. خلي بال حضراتكم، أحمد من نوعية اللعيبة اللي ممكن تعتمد عليهم كتير جدا وبشدة خلال الفترات الصعبة. عشان كده أحمد عبد القادر نجم كبير إن شاء الله سيتألق في سماء النادي الأهلي خلال الفترة القادمة. برضو قبل بس ما اطلع الفاصل، زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، دايما لما بنيجي نتكلم عن كرة القدم لازم يبقى عندنا أرقام وإحصائيات نقدر نتكلم بيها. إذا كنا بنتكلم عن أي شيء من خلال قناة الأهلي ومن خلال هذا البرنامج، وأعتقد كل برامج قناة النادي الأهلي بتعتمد على شيء واحد فقط، وهو الأرقام والإحصاءات. دايما تلاقي الإحصائيات هي اللي بتوريك قيمة النادي الأهلي وشكل النادي الأهلي. وليه دايما لما بنيجي نتكلم عن النادي الأهلي بنتكلم بكل فخر وبكل اعتزاز؟ لأن أرقامنا الحقيقية بتقول هذا الكلام. وبالتالي عشان برضو البعض بعت لي يقول احنا لا، نحن لا ننتظر اي حد من اي حاجة، انا كل اللي يهمني جمهور الاهلي، ما عنديش اي غضاضة في اي حد يكسب اي حاجة.
ما بتضايقش، لان انا عارف ان هي مجاملات كثيره جدا بتحصل، لكن انا كل اللي يهمني جمهور النادي الاهلي ان هو يبقى، او لان انا عارف حتى لما بينتقد بينتقد علشان هو عايز قناته تبقى رقم واحد، مش عشان يوقع القناه، لا لا، مش جمهور الاهلي اللي يعمل هذا الامر. فعشان كده هنفضل دايما بناخد براي الجمهور، وهنفضل دايما نتعلم من جمهورنا ايه اللي نقدر نعمله وايه اللي ما نقدرش نعمله. ده مهم جدا، ده الاساس بتاعنا، واي حاجه تانيه ما تفرقش معايا. عشان ايه يقول لك بس انتوا بتقولوا؟ لا، احنا ما بنقولش على حد حاجه، اللي عايز يكسب يكسب، وهمي مش وهمي، كل واحد ودماغه وكل واحد وظروفه، لكن في النهايه الفارق كبير جدا جدا، مش بالكلام ولكن بالارقام وبالاحصائيات. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل بقى اخبارنا، اخبار البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلينا النهارده نتكلم اكتر من خلال اخبارنا عن الجمعيه العموميه وماذا حدث في الجمعيه العموميه. الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، كابتن خطيب بيشكر الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي اكد أن عائلة الأهلي قادرة على عبور كل التحديات، وأن القيم والمبادئ هي أهم ما يربط ما بين أعضاء الجمعية العمومية. جاء ذلك على هامش اجتماع الجمعية العمومية الذي لم ينعقد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. وأعلن وعبر الكابتن محمود الخطيب عن سعادته بأي تجمع لعائلة الأهلي العريقة التي دائما ما تجتمع من أجل مصلحة النادي، لافتا إلى أن أي خلافات في وجهات النظر لا يمكن أن تؤثر على وحدة وتلاحم الأعضاء. وأشار إلى اعتزاز مجلس الإدارة بثقة أعضاء الجمعية العمومية للنادي، ووجه لهم الشكر على هذه الثقة. وأوضح رئيس النادي أن الأهلي يمر بمرحلة من الاستقرار، ولكنها في نفس الوقت مرحلة صعبة مليئة بالتحديات، وأن مجلس إدارة النادي الأهلي يمضي قدما نحو مزيد من النجاحات والإنجازات التي تليق بالنادي وأعضائه وجماهيره. وأشار الكابتن الخطيب إلى أن ميزانية النادي وصلت إلى أرقام غير مسبوقة، وأن مجلس الإدارة يعمل جاهدا على زيادتها ومضاعفتها من خلال إيجاد حلول مبتكرة لزيادة الموارد بجانب عقود الرعاية، في ظل الإنفاق الكبير تماشيا مع الطفرة الهائلة في كافة الخدمات بمقر الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد، والتجهيزات التي تجرى في فرع التجمع الخامس، والذي بدأ مرحلة التشغيل التجريبي تمهيدا لافتتاحه في أبهى صورة خلال الفترة المقبلة. دي كانت كلمة الكابتن محمود الخطيب في الجمعية العمومية. أيضا المهندس خالد مرتجي يغيب عن الجمعية العمومية. لم يتمكن المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي من حضور فعاليات الجمعية العمومية للنادي الأهلي التي أجريت فعالياتها اليوم بمقر الأهلي بالجزيرة، وذلك نظرا لسفر المفاجئ إلى لندن لإجراء بعض الفحوصات والتحاليل اللازمة للاطمئنان على أمر عارض خاص بصحته. وينتظر مرتجي بعد الانتهاء من هذه الفحوصات للعرض على أحد كبار الأطباء غدا لاستبيان الموقف كاملا، ثم العودة للقاهرة. ألف سلامة طبعا للمهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي. وكان هناك حرص من مجلس إدارة النادي الأهلي دائم أنه يكون هناك اتصال دائم بالأستاذ خالد مرتجي للاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بهذه الوعكة الصحية. إن شاء الله ربنا يرجعه بالسلامة، بيقوم بمجهود كبير جدا جدا، أعلى ميزانية في تاريخ النادي الأهلي كان مجلس الإدارة بالكامل، ولكن هو اللي مسؤول عنها، ولكن طبعا الأستاذ خالد مرتجي بصفته أمينا للصندوق، وبالتالي كان له الدور الأكبر في إبراز دور النادي الأهلي في هذه الميزانية الضخمة جدا. طيب، أيضا النادي الأهلي بيستعيد جهود طاهر أمام الطلائع بالدوري بعد انتهاء الإيقاف. النادي الأهلي بيستعيد طبعا بعودة طاهر محمد طاهر، لأنه كان اتطرد في مباراة الإسماعيلي في أول جولة، وبالتالي إيقافه انتهى وهيكون متواجد في مباراة طلائع الجيش طبعا على حسب الإدارة الفنية.
عايز اقول برضو لحضراتكم ان موعد مباراه نهائي كاس مصر، تقرر اقامه مباراه نهائي كاس مصر موسم 21-22 3 فبراير المقبل على استاد القاهره في تمام الساعه 7 مساء، وحددت لجنه المسابقات باتحاد كره القدم يوم 16 يناير المقبل موعدا لمباراتي الدور قبل النهائي لبطوله كاس مصر. لجنة الانضباط باتحاد الكرة تجتمع الخميس المقبل لمناقشة الشكاوى. الأهلي بيهزم بنها في سادس جولات دوري رجال الطائرة. طيب، وكالعادة دائما بنصل إلى فقرة صنع في الأهلي. الحقيقة فقرة صنع في الأهلي النهاردة بطلتنا هتكون شريهان سامح نجمة النادي الأهلي ومنتخب مصر للكرة الطائرة. شريهان بدأت مشوارها مع النادي الأهلي سنة 1998 واعتزلت في 2016. طبعا خلال هذه الفترة الكبيرة جدا حققت كل البطولات المتاحة، احتكار لبطولة الدوري كم مرة؟ 17 مرة، وللكاس كم مرة؟ 17 مرة، كمان 5 بطولات إفريقية وثلاث بطولات عربية، ده بخلاف ألقاب فردية كثيرة أبرزها أحسن لاعبة في إفريقيا. كابتن شريهان سامح وصنع في الأهلي. وبعد كده فاصل، وبعد هذا الفاصل هنستقبل 2 من نجومنا في النقد الرياضي، الأستاذ جمال الزهيري والأستاذ محمود صبري، هيكونوا في ضيافتنا. لأن النهاردة الحقيقة في موضوعات كتيرة جدا من الممكن أن نتناقش فيها، منها الجمعية العمومية للنادي الأهلي التي فوضت مجلس الإدارة في اتخاذ ما يرى من مناسبا من قرارات خلال الفترة القادمة، كلام كتير جدا في هذا الأمر، وأمور أخرى كثيرة جدا، كأس العالم، الدوري وعودة الدوري، والكلام ده كلام كتير جدا جدا هنتكلم فيه مع الأستاذ محمود صبري والأستاذ جمال الزهيري. صنع في الأهلي، شريهان سامح، وبعد كده فاصل، وبعد الفاصل أستاذ محمود صبري وأستاذ جمال الزهيري. أنا بدأت ألعب فولي في نادي مدينة نصر سنة 93-94، لعبت لحد 98 وتم انتقالي للنادي الأهلي أنا وأحمد ونهلة إخواتي. الحمد لله أول ما جيت الأهلي أنا تقريبا كان عندي 12 سنة أو 11 سنة، الحمد لله على طول في أول ما جيت دخلت الدرجة الأولى ولعبت في الدرجة الأولى الحمد لله بقى من سنة 99 لحد ما بطلت، اعتزلت 2015. الحمد لله إحنا من عيلة كلها رياضية، بابا كان لعيب باسكت، ماما كانت لعيبه هاندبول، بس طبعا لما كبروا شويه كانوا بيلعبوا اللي هو اللعب الفور فن، كانوا بيلعبوا فولي، فاحنا لما طلعنا معاهم لقيناهم بيلعبوا فولي، ما شفناش ولا الباسكت ولا الهاندبول. طبعا احمد عشان تبع فريق الرجال يعني او الولاد عامه، فكان جوز لوحده. انا ونهله احنا سن قريب تقريبا، نهله اصغر مني باربع سنين. احنا في الاول ما كناش مع بعض، بس نهله اتصعدت معايا في الدرجه الاولى سنه 2003 تقريبا. من هنا شويه بداوا يعني هي نهله شريهان، طب لا نهله برضه هتبقى، يا ترى هتبقى نفس، هتمشي على نفس الشريهان ماشيه فيه ونفس. فالحمد لله هي فعلا طلعت كويسه واحسن مني كمان شويه، عندها كام مهاره كده هي تفوقت عليا فيهم. مثلي الاعلى طبعا كابتن تاني توسون، كنت وانا صغيره بقعد اتفرج على ماتشاتها، كنت بجيب صورها واعلقها في الاوضه، وكانت مثلي الاعلى في الكره الطايره. والحمد لله ان ربنا كرمني وان انا لعبت معاها، وكمان مرنتني اول ما اعتزلت، مرنتني في المنتخب، كنت انا كابتن الفريق بقى وهي المدربه بتاعتي. من اكتر النصايح طبعا هي كانت بتقولي بعيدا عن اللعب كان الالتزام، معاملتي لزمايلي في الملعب، ازاي لما ابقى اوصل وابقى كابتن الفريق ازاي اتعامل مع مسؤوليات كابتن الفريق، ازاي اتعامل مع الفريق، يعني اي مشكله بتقابلني ازاي اقدر اهندل الامور ما بين الفريق وما بين الجهاز الفني. كان في اللعب كابتن مريم مجدي عشان بتلعب نفس المركز بتاعي، بصراحه ساعدتني جدا ان انا ارتفع وان انا ابقى كويسه في مهاره الاستقبال واحصل على احسن استقبال في افريقيا. فالحمد لله ان انا عاصرت يعني ناس من الجيل ده اثروا معايا جدا جدا في مسيرتي يعني الحمد لله. اكتر الماتشات اللي فاكراها كان في ماتش كنت بلعبه في كينيا، كان تقريبا 2006 او 2005 تقريبا، كنا خسرانين 2-0 وكان ماتش النهائي على البطوله، وكان يعني حلمنا خلاص احنا بنبقى طول الوقت بنتمرن عشان نكسب افريقيا،
وكنا خسرانين من فرقه البنك التجاري الكيني، وفعلا قعدنا لحد اخر لحظه بنحاول نرجع تاني، وفعلا الحمد لله بعد ما كنا خسرانين 2-0 والشوط الثالث خلاص بيعتبر بينتهي، الحمد لله عدينا النتيجه وتعادلنا 2-2 وكسبنا الماتش. فده كان من اهم الماتشات. دخلت مع النادي هنا بعد ما بطلت تقريبا بسنتين، مسكت معاهم المحلل التقني مع كابتن حمدي في الجهاز، قعدت فتره وبعدين دخلت الاتحاد في لجنه المسابقات، وبعدين جه كان في لجنه مؤقته في الاتحاد، دخلت عضو مجلس اداره الاتحاد المصري للكره الطايره. وبعدين لما حصل انتخابات جديده يعني ما فضلتش ان انا انزل انتخابات ساعتها، فكابتن حمدي كلمني تاني ان انا ارجع مع الفريق، فالحمد لله رجعت مع الفريق. النادي الاهلي مختلف في حاجات كتيره جدا. اولا روح الفرقه اللي بتبقى موجوده، تحسي مهما يعني حتى لو اللعيبه اللي في الاهلي دي راحت في حته تانيه، انا ما بحسش ان الروح اللي بتبقى مسيطره على فرقه النادي دي موجوده في اي مكان تاني. طريقه المعامله، طريقه التفكير، طريقه التمرين، الراحه النفسيه وانت داخله التمرين، داخله الصاله، التعامل، ما اعرفش، بحس ان الكلام ده يعني في الاهلي بس، يعني طريقه التفكير، طريقه ان انت عايزه تكسبي علشان النادي، مش بتكسبي عشان بكسب ويلا بلعب وبضيع وقت او دي شغلانه او كده، لا بحس ان اللي بيلعب بيلعب عشان حب النادي. انا يعني عايزه ابسط الجمهور، عايزه ابسط كل محبين اللعبه بتاعتنا، فانا بحس ان الكلام ده مش موجود بره. يعني لما حتى بعدت عن الفرقه شويه كنت شايفه ان الموضوع مسيطر، حتى لما كان بيحصل فيه دروب او في حاجه او في مشاكل كنت بحس ان المشاكل بتتحل بسرعه والدنيا الحمد لله بتتلم. فانا بحس ان النادي الاهلي مميز في الحته دي خالص. جمهور الاهلي انا مش محتاجه اشكره، لان هو واقف ورا الفريق كله وبيدعم الفريق طول عمره، فرسالتي ليه ان هو يستمر في الدعم، يستمر دعم اللعيبه، وان هم يبقوا ورانا، وان شاء الله نكسب الموسم ده في كل البطولات ونهدلهم ان شاء الله فوزنا بكل بطولات السنه دي ان شاء الله. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، نجومنا دائما المتواجدين معنا وبنسعد دائما بتواجدهم معنا، قدنا الرياضي الكبير الاستاذ جمال الزهيري. ازيك يا استاذ؟ اهلا بيك كابتن اسلام. اهلا بيك استاذ محمود صبري. ازيك يا استاذ محمود؟ نقدنا الرياضي الكبير طبعا واستاذنا. ازيك يا استاذ محمود؟ منور يا بركات. كله تمام؟ الله يخليك. صحي 8 الصبح برضه؟ اه برضه. لا انا الحمد لله متاخر. اعمل ايه؟ صحي متاخر. صحي 9. لا لا 9 ونص. ربنا يديكم الصحه دايما. استاذ جمال، استاذ محمود، كيف رايتم الجمعيه العموميه للنادي الاهلي؟ انا عارف ان انتم من المتابعين دائما لما يحدث داخل النادي الاهلي، كيف رايتم الجمعيه العموميه للنادي الاهلي؟ شوف، دايما بيتقال حاجه مهمه قوي، انه عدم اكتمال الجمعيه العموميه ده تفويض لمجلس اداره النادي. ومش بيتقال ده حقيقي. وتعبير عن موافقه الجمعيه العموميه على السياسه اللي بيتبعها مجلس الاداره. وبالتالي النهارده الجمعيه العموميه للنادي الاهلي لم تكتمل، فده معناه برضو ده عكس ما كان يشاع في بعض الجروبات كده على الفيسبوك في الفتره الاخيره، انه في جبهه معارضه وفي كذا. طبعا مع كل الاحترام، لا طبيعي لازم يبقى فيه، لا ومع كل الاحترام، حتى لو اي حد عنده وجهه نظر صحيح مخالفه لمجلس الاداره، اعتقد ان مجلس الاداره بيكون اول المرحبين بهذا، بدليل طبعاً برضو حضور هذا العدد من أعضاء الجمعية العمومية. والكلام اللي اتكلم فيه كابتن محمود الخطيب أنه هو برضو بيقول رغم الصعوبات اللي بتواجه هذا المجلس إلا أنه في إنجازات والحمد لله، ميزانية فائض فيها كويس، ولم يكتفي بكده، قال كمان أنه يعني المجلس الإدارة بيسعى لمضاعفة، مش زيادة فقط، مضاعفة الميزانيات اللي موجودة. وطبعا زي ما حضرتك شايف والناس كلها بتتفرج معانا، في شكل حضاري معتاد داخل النادي الأهلي بإقامة الجمعية العمومية، والحرص يعني حرص مجلس الإدارة كان كبير على إن هي تكتمل. يعني مجلس الإدارة طبعاً لم يكن ضد اكتمال الجمعيه العموميه، بالعكس. لا اصل في ناس على فكره في مجالس احيانا بتشتغل لافشال انعقاد الجمعيه العموميه، واخد بالك؟ لكن انا بعتقد ان مجلس الاداره كان جاهز ومستعد تماما
نعم. لاكتمال هذه الجمعيه العموميه. صحيح. والاجابه على كل اسئله الاعضاء. نعم استاذ محمود اعرف رايك برضو قبل ما ناخد كلمه الكابتن. لا طبعا انا عاوز اقول لك على حاجه، انه زي ما قال الاستاذ جمال انه عدم الاكتمال بيبقى له رؤيه واضحه كابتن اسلام. طبعا. غير بخلاف موضوع الثقه، لانه أيوة. على مدار تاريخ مجالس اداره الاهلي كلها في الغالب يمكن اكتمل مره وحيده في فتره 98 99. وقتها كان رحمه الله عليه كابتن صالح سليم، وقتها كان لسه حمام السباحه الجديد في مدينه الصفا في حدوته، ورغم ذلك حتى رغم هذا الاكتمال وحصل وقتها بعض المناوشات كان الاعضاء معترضين شويه على حاجه، لكن قدر ببراعه شديده وقتها الكابتن حسن حمدي يحتوي الموضوع لانه ما خرجش. البعض برضه زي ما بقى الاستاذ جمال كده بيقول لك ايه، البعض بيحاول يصور انه حتى لما تكتمل يعني بقى في، لا ما فيش قلق، لانه الثقه المتبادله ما بين اعضاء الجمعيه العموميه ومجلس الاداره اللي هم اختاروه لازم تاخد بالك من جزئيه طبعا، حتى من خلال شوف النهارده انت عندك الجزيره، الشيخ زايد، مدينة نصر، وبتستعد للحدث الأكبر كمان في التجمع، وعندك كمان الفرع الأقصر. إذا كان هناك بعض المشاكل موجودة بيأخذ بيها وبيتسلمها مجلس الإدارة. صحيح. وأكيد عنده عين فاحصة وموجودة بيتابع كل الحاجات بيحطها في ملف وبيقدمها لمجلس الإدارة. هذا النهاردة ده دليل على الثقة في المجلس، وانه تفويض المجلس باعتماد اعمال الجمعيه العموميه واتخاذ كثير من القرارات اللي هم شايفينها. نعم. وحجم العمل الكبير اللي بيتم حقيقي. على المستوى على النواحي الاستثماريه في ظل، مش عاوز اقول ظروف عالميه، كمان ظروف محليه كمان على الوضع ثابت، انك انت تصل للمستوى ده في حجم مثلا الرعايه الجديده، تصل في حجم الشراكه اللي موجوده. أوه. شركات كبرى بيبقى عندها رغبه في ان التعاون مع هذا الكيان الكبير صاحب التاريخ العريق والتاريخ المستمر من النجاحات. نعم. ايضا مجلس اداره النهارده وجوده وتواجده بالكامل بيبرهن لك على حجم كمان العمل وانه مستمرين في هذه الفتره. فاعتقد انه النهارده ده تجديد للثقه في المجلس، دعم كبير جدا من الجمعيه العموميه للاستمرار نحو استكمال مرحله وافتتاح فرع التجمع الخامس وتحقيق الافضل للاهلي واعضائه. طيب هنرجع نتكلم في هذه الامور وافتتاح المقرات والتطوير اللي بيحصل في المقرات، ولكن خلينا نطلع نشوف كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بيلقي كلمة لأعضاء الجمعية العمومية، ماذا قال؟ ونرجع نكمل مع حضراتكم بقية هذه الحلقة. احنا ممكن نلتقي النهاردة في بعض المواضيع كانت معروضة على حضراتكم. المواضيع دي هتكون بعد بس ما تعلن النتيجة، هتكون من يعني تعود مرة تانية لمجلس إدارة اللي هو بيتشرف ان انتوا يعني ادتونا ثقتكم. الثقة دي ثقة كبيرة جدا جدا. في بعض يمكن من أعضاء مجلس إدارة قبل ما أكمل كلامي، في ظروف، في ما حضرش الأستاذ خالد مرتجي أمين الصندوق المهندس خالد مرتجي، لكن هو داخل معانا على زوم. في برضو بعض الزملاء مش عارفين ما قدرناش نتواصل معاهم عشان يخشوا معانا على الزوم. المهم في الجامع دوت اللي احنا فيه النادي الأهلي بيمر لمرحلة حلوه الحمد لله وصعبه. النادي الاهلي تعود ان شاء الله اي مشكله موجوده بتتحل ما بين العائله الواحده والاسره الواحده. كمان الشيء اللي انا عايز يعني اقول لحضراتكم عليه ان احنا الحمد لله عندنا فرع الجزيره ومدينه نصر او مقر الجزيره ومدينه نصر، عندنا اهلي الشيخ زايد، عندنا اهلي التجمع. التجمع باذن الله في غضون شهرين تقريبا اذا ما كانش قبل كده هيكون في زي نوع من انواع يعني زي بيقولوا كده في البث التجريبي، يعني عايزين ان شاء الله في خلال اسبوعين من دلوقتي هيكون في التشغيل التجريبي بالنسبه للتجمع ان شاء الله لغايه ما يتم الافتتاح الكامل باذن الله. النادي الاهلي الحمد لله ميزانيه كويسه، النادي الاهلي الحمد لله عنده نجاحات ورعايه بارقام الى حد ما معقولة كويسة، لكن احنا بنطمع دايما يكون احسن من كده ان شاء الله، لان مصروفاتنا كتير. عندنا ايرادات الحمد لله رب العالمين، لكن فعلا مصروفاتنا كتير جدا. علشان كده عندنا رؤية للسنوات القادمة باذن الله ازاي نزود ايراداتنا بحقوق وبابتكار لحقوق
غير الرعاية اللي موجودة، عشان إن شاء الله ندخل موارد تانية بإذن الله إذا ربنا وفقنا. يعني إحنا هنسعى في ده وبإذن الله نطلب من الله التوفيق. يعني تاني مرة تانية برحب بحضراتكم كلكم، بشكركم كلكم على الحضور، وأسيب بقى لدكتور سيد حسين يكون هو يتولى إدارة الموضوع. شكرا، السلام عليكم. طبعا كلام مهم جدا من الكابتن محمود الخطيب، بيشكر اعضاء الجمعيه العموميه وبيقول ماذا حدث خلال الفتره السابقه. اتفضل يا استاذ. طبعا هو اولا هو التواصل بين مجلس الاداره والكابتن محمود الخطيب، وعلى الجانب الاخر طبعا الجمعيه العموميه، هو تواصل مستمر. والجمعيات العموميه العاديه اللي هي بتقام سنويا، هي الاساس فيها بيكون مراجعه الاعمال اللي تمت خلال عام، وفي مقدمتها الميزانية طبعاً والموازنة المقترحة طبعاً. وبالتالي أنا بقول لحضرتك مش صعب على الناس، لو هي عايزة تحضر هتقدر تيجي بمنتهى السهولة حقيقي. واللي أنا أعرفه أنه مجلس الإدارة بيوفر وسائل انتقال من الفروع المختلفة، واخد بالك كابتن، لحضورهم إلى المقر الرئيسي في الجزيرة طبعاً. فلو حد يعني مش هنقول مثلا ان الناس مش عارفة تروح، لا، المسائل ميسرة جدا، انه اي حد عاوز يروح يدلي بصوته او يقول رأيه صحيح. يعبر عن رأيه صحيح. ده متاح للجميع. وانا بقول كمان يا كابتن ابداء الاراء دي مش احلى حاجة، مش فقط كمان في الجمعية العمومية، ممكن من على مدار العام انت لو اي حد لو عايز يقول رأيه بيقدر يوصله. يعني بص يا استاذ جمال ويا استاذ محمود، يعني انا من الناس اللي بتروح النادي كتير جدا يعني، فلو في اي حاجه جنبي مثلا، حاجه مش نظيفه، حاجه بتوجه للدكتور سعد، مش انا اي حد كمان من اللي قاعدين بشوفه بيقول انا رايح لدكتور سعد عشان اتكلم معاه، ان هو وفي ساعتها على فكره ده الموضوع ده هو ده بالتالي ده بيؤدي الى ايه؟ التقارب اولا، وان هو انا كمدير او انا كرئيس نادي او انا عايز ايه؟ اصل هي علاقه، انا عايز الناس تبقى مبسوطه بالظبط، وهي علاقه فيها طرفين حقيقة. طرف هو مجلس الإدارة المنتخب بإرادة هذه الجمعية العمومية، نعم، مجلس الإدارة اللي موجود مش مجلس جاي لا هو معين ولا هو مفروض على الناس طبعا. ما الناس هي اللي مختاراه من شهور يعني طبعا. فلو في أي مشاكل عند أي حد من الأعضاء يتفضل طبعا، أكيد مجلس الإدارة بيرحب بهذه الاراء جدا، بالاختلافات اللي قد تكون موجوده، وفي النهايه في اطار برضو عائله الاهلي العمل او البرنامج نفسه ده كله في خدمه الكيان طبعا. خدمة هو يا ريس عاوز اقول لك حضرتك على حاجه، هو الفتره حتى الفتره اللي سبقت الجمعيه العموميه على مدار الشهرين الثلاثه كان في جولات من خلال اعضاء مجلس الاداره، ويمكن حتى في فتره غياب الكابتن فتره علاجه وخارج بره كان في جولات مكوكيه مهمه جدا قام بها الوزير العام لفاروق ومعاه مجموعه من اعضاء مجلس الاداره، الاستاذ طارق قنديل، محمد الجرحي، المهندس خالد مرتجي، يعني كل اعضاء مجلس الاداره الموجودين، دكتور محمد شوقي، كل الموجودين يعني مش باختلاف، يعني دكتور محمد سراج، سمعوا اكيد وجهات النظر وبعض الحاجات اللي اعضاء طلبوها وطلبوا من خلال الجلسات دي في بعض المشاكل، سواء كان في مدينه نصر حاجات معينه، ملاعب صحيح، حاجات في الشيخ زايد، في مثلا الباركنج، في مش عارف، في طلبات، الحاجات دي كلها اتحطت في فايل وهتكون مسار اهتمام. بس هو يعني عاوز اقول لك على حاجه، الجمعيه العموميه بتبقى فرصه، على فكره فرصه الناس تشوف بعض، عشان تبقى طالع لك، في ناس تبقى مش على طول على مدار السنه بيلتقوا مع بعض. النهارده لما يقول الكابتن انا بشكر الجمعيه العموميه على الثقه، ها الثقه اللي اديتها له وفوضت المجلس في اتخاذ القرارات واعتماد الحساب الكتاب وكل ده، بيبقى في محل نقاش. هل معنى عدم اكتمالها انه المجلس مش هيهتم بالطلبات اللي هي وصلت؟ لا، ده بيبقى في اقتراحات، بيبقى فيه استاذ محمود لماذا لن يهتم؟ يعني انا بقول لك دور المجلس هو على اي اساس؟ انا بقول لحضرتك على حاجه، في حاجه فيها اولويات، لا طبعا حجم الاعمال اللي بتم يا كابتن كبير جدا، يعني كبير جدا، بسم الله ما شاء الله، صعب جدا، بسم الله ما شاء الله. ده انا بسال لحد سؤال، بقول له معلش عاوز اسالك سؤال بس،
هو ريال مدريد ولا برشلونه ولا باريس سان جيرمان عندهم انديه زي كده؟ قال لي لا مفيش الكلام ده، يعني لا الحسبه لا لا الحسبه مفيش الكلام ده، وحتى حسبه النادي الاجتماعي مش لا موجوده، لا 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 مش ده نادي رياضي في في الشكل، حتى لو كان ليه شكل الجمعيه العموميه زي الشركه والكلام ده. لكن عاوز اقول لك حاجه، انت لما بتشوف حجم العمل وحجم الانتشار الكبير جدا والتوسع وانه ميزانيه بتتخطى يعني بسم الله ما شاء الله يعني حاجه كبيره جدا، ده يدل على ده مش يعني مش ولاده النهارده، لا ده تراكم وجهد اجيال وعمل كبير جدا تم على مدار السنوات اكتسبها الكيان الكبير من اخلاص وجهد مجالس اداره ولعيبه ورياضيين ونجوم واعضاء نفسهم بيعرفوا امتى ليهم قومه لما يحسوا ان النادي عايزين عايزهم، بتلقى الاعضاء واقفين، لانه عاوز اقول لك على حاجه، اعضاء الاهلي هم جمهوره. صحيح، ايوه، يعني عشان تبقى فاهم، اعضاء الاهلي هم جمهوره. انا دايما لما باجي اتكلم يا استاذ محمود يا استاذ جمال دايما اقول اعضاء الجمعيه العموميه واعضاء الجمعيه العامه. اه طبعا، اعضاء الجمعيه العموميه دول اللي هم 200,000 في 4 يعني حوالي 800,000 900,000 مليون واحد تقريبا، اللي هم العضويات العامله، اللي هم العضويات العامله باسرهم يعني. اما الجمعيه العامه فهي 70 80 مليون اهلاوي اللي بيشجعوا النادي الاهلي وبيحبوا النادي الاهلي وبيبقوا فخورين باي انجاز بيحصل داخل النادي الاهلي من انشاءات ومن تطوير، لانه في الاخر انا بحب النادي الاهلي، بشجع النادي الاهلي، وهو عايز النادي الاهلي رقم واحد. زي ما حضرتك اشرت برضو، هو دور مجلس الاداره يعلم جيدا الدور اللي هو الموكل اليه، طبعا بدليل انه المجموعه في منهم عدد كبير كان موجود في الدوره اللي فاتت وعارفين مشاكل وطلبات الناس. صحيح، وبرضه لازم نقر حقيقه مهمه جدا انه طلبات الاعضاء لن تنتهي، يعني طول ما في حياه، طول ما في ناس موجودين كل يوم بتطلع طلبات جديدة، مشاكل وطلبات. صحيح. اهم حاجه بقى ايه؟ انه مجلس الاداره بيهتم ولا مش بيهتم؟ بيتفاعل مش بيتفاعل؟ دي واحنا بنتكلم برضو بنجيب بنحاول نجيب دي جوله مجلس الكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته في التجمع في مقر النادي الاهلي في القاهره الجديده. نعم، اتفضل. بس انا شفت الصاله دي في زايد. ما هي موجوده في كل الصالات المغطاه. طبعا بس ده هنا في نقله تانية هنا بقى. والله بص انا شايف التجمع هيبقى في نقله كبيره جدا. انا كمان شايف هنا المقر مثلا بتاع الشيخ زايد، رحته كذا مره، ممتاز جدا يعني. لا لا لا، ده مقر الشيخ زايد ولسه هيكتمل، ده لسه بالمدينه الرياضيه ان شاء الله، بالمدينه الرياضيه دي كمان. فعايز اقول ان العمل، معلش، مجلس الاداره لن يحتاج الى كثير من الكلام عشان يقول انا عملت كذا. طبعا الاعمال والانجازات اللي على ارض الواقع دي يا استاذ محمود هي بترد، هي اللي بترد على اي افتراءات بقى. طبعا، وما هواش موضوع كلام ولا حديث يعني. صحيح، دي حقيقه وعلى ارض الواقع. ده بص يعني الجمال، وبص الشغل الرائع اللي معمول في كل مقرات النادي الاهلي الحقيقه. اذا بنشوف حاجه جديده بتحصل في التجمع في القاهره الجديده، هنلاقي الاجدد هيحصل كمان في الشيخ زايد، خلي بالك، وهيحصل بعد كده في مدينه نصر، الفرع هيحصل في الجزيره. اول ما اتعمل الفرع اللي هو يعتبر الفرع الاولاني بعد المقر الرئيسي بتاع مدينه نصر، رحناه اول ما بدا خالص. نعم، منطقه كانت لسه جديده ومفيش حاجه. ده زايد يا استاذ جمال. منطقه جديده ومفيش حاجه محيطه بيها خالص. بعد كده بقى اتفرج على العمران. صحيح، في هذه المنطقه، خلي بالك، اتفرج على سعر الشقق بقى بكام. ما انا بقول لحضرتك يعني وجود كان بملاليم اصبح بملايين. وجود كيان زي باسم النادي الاهلي. صحيح، ده 100% بيعمل توسع رهيب في الناحيه العمرانيه في المنطقه. وده كده برضه خلي بال حضرتك، ما هي وزاره الاسكان مش هتديك الارض ايوه غير لما ايوه تبقى عارفه ان عندك مجلس اداره بيحترم جمعيته العموميه، مجلس اداره هيلبي كل البرنامج بتاعه، ودور مجتمعي برضه عائله النادي الاهلي خلال الاربع سنوات السابقه والاربع سنوات القادمه. فبالتالي انا هديك الارض، لكن ودور مجتمعي طبعًا كبير جدا. لو ما كانش في مجلس اداره محترم ويقدر وواعي للمتطلبات مش هيقدر ينفذ ده. خلي بال حضرتك، اصل انت النادي الاهلي طبعا لاعضاء جمعيته العموميه واعضاء جمعيته العامه، ولكن في نفس الوقت مصر كلها. هو لو عملنا كاس عالم، ما هو اتفضل اتمرن في ملاعب النادي الاهلي في القاهره الجديده، تخدم الرياضه. لو عملنا الاولمبيكس اتفضلوا اتمرنوا في كل الانشاءات. مش في انديه عربيه، مش في انديه عربيه شقيقه بتيجي وتتدرب في الملاعب في مدينه نصر؟ طبعا
طبعا. ده شيء مهم جدا برضو. انت بتزود القيمه الرياضيه حقيقي للمجتمع المصري او للرياضه المصريه حقيقي. اي منشا بيتم ده اضافه استاذ محمود من هو يا ريس هصارح حضرتك على حاجه. من هو جاي من فين انك انت وصلت للرقم اللي انت وصلت له في عقود الرعايه في عقود الرعايه يعني من فين يعني. يعني انا هبدا معلش مكان من الاحترام اتفضل. يعني انا هكلمك اقول لك انا عندي الشعبيه وان انا عندي 850 مليون على مستوى الوطن العربي ما تديني منطق يا اخي يعني ما تديني منطق تحلل لي تقول لي بص طب انا عاوز اعرف يعني اربع خمس فروع داخل الجمهوريه واكثر من 30 نادي على مستوى الوطن العربي اسمهم النادي الاهلي وبعدين تيجي تقول لي انا صحيح. مش عارف يا جماعه يعني ايه خلي يعني خلينا يعني بنؤمن نوع من العقل كده والهدوء يعني نتناول الامور ونديها وضعها الطبيعي ونناقشها باسلوب ما تناقشش وما تقارنش عشان ما تتعبش اصل انت لو دخلت في المقارنه هتتعب فلما تيجي تقول لي ليه فلان بياخد جنيه والتاني بياخد 10 بالظبط اقول لك طب اديني ابن الاسس كده 1 2 3 4 5 6 صحيح ابن يعني ناقش كده منطقيا وشوف ده جه النهارده ولا جه من زمن صحيح يعني عاوز اقول لك ايه انت بص على المتطلبات طب بص على الناس التانيه بترغب في الشراكه وانا دلوقتي اتدخلت ولا قلت لهم تعالوا لا ولا هم نفسهم شايفين مكان مستقر مكان حسب وشافوا ناتج وعملي وعندهم دراساتهم وعندهم كل الكلام ده حضرتك كراعي جاي النهارده عايز ترمي فلوسك في الارض مين قال الكلام ده لا ما انا بقول ده ايوه طبعا عاوز احسب هكسب ايه هكسب ايه الرعاة يبحثوا عن خلي بال حضرتك برضو بكره ان شاء الله في تمام الساعه 12 او هيتم الاعلان مش عارف 12 ولا 12 ونص لسه هيتم الاعلان عن شراكه جديده ورعايه جديده ان شاء الله طبعا كل ده حضراتكم تقدروا تشاهدوه من خلال قناه النادي الاهلي وتغطيه خاصه للمؤتمر الصحفي للنادي الاهلي مع احد الرعاه اللي هيكون بكره ان شاء الله سيتم اضافه مهمه جدا ده كله جاي ليه ده كله جاي ليه نعم. نتيجه للنجاحات المتتاليه في جميع المجالات مش بس الرياضه صحيح يعني مش بس رياضه لا مش طبعًا. بس بطولات لا الانشاءات والنجاح اللي موجود فيه النادي الاهلي على طول هو اللي بيغري اي مستثمر او اي شريك ناجح وبالتالي بكره ان شاء الله مره تانية بكره ان شاء الله هناك تغطيه خاصه على شاشه قناه النادي الاهلي احد الرعاه سيتم الاعلان عنه بكره في مؤتمر صحفي كبير ان شاء الله سيكون منقول على شاشة قناتكم قناة النادي الأهلي وتغطية خاصة طبعا لكل اللي بيحصل في المؤتمر الصحفي زي يوم المؤتمر السابق والإعلان عن شراكة استراتيجية مع النادي الأهلي مع اتصالات مصر خلال الأسبوع اللي فات والحقيقة كان مؤتمر على أعلى مستوى مش عشان نغيظ حد ولكن هذه الحقيقة طلبت شركة اتصالات مصر بأن يكون هناك مؤتمر صحفي للإعلان عن هذه الشراكة المميزة. يعني ده مش رعاية ده شرف. نعم؟ ده مش رعاية. ما انا بقول لحضرتك احنا هنطور مع بعض عشان كده انا بقول بص عشان نزود بكره ان شاء الله ايضا سيتم الإعلان طبعاً. عن رعاية او راعي جديد شراكة النادي الأهلي وشراكة جديدة انا مش عارف بقى الحقيقة التفاصيل لكن بكره ان شاء الله سيتم الإعلان عن رعاية جديد بالظبط انا حتى مش قادر اقول مين لانه بكره ان شاء الله كل حاجه سوف تتضح حضرتك عارف ان احنا لن يعني مش دايما دورنا ان احنا بنتكلم في اي شيء الا بعد ما يتم الاعلان عنه من خلال يعني ارجع لك تاني اتفضل بعد 11 سنه واقول لك انا معاك واقول لك ان انا عايزك يعني لو انا ما شفتش معاك نجاح ما شفتش معاك حاجه حلوه هرجع لك تاني وارتبط بيك وافضل واجي لك وغير شعاري وحط اللون الاحمر واعمل مش عارف لا بص الاهلي لو انت خدت التجارب حتى من البدايه هتلقى الثلاث شركات الكبرى في الاتصالات في مصر كلهم راعوا النادي الاهلي نعم بدايه من فودافون مرورا باتصالات كلهم الحقيقه كل الناس واتصالات رجعت تاني مظبوط انا عايز اقول لك ايه مظبوط ده الكلام ده هيخلي الناس دي هتدي ترمي فلوسها كده في الهواء ولا عارف انه هيبقى عامل ازاي فيجي يقول لك ايه؟ لا المساله ما اصبحتش مساله رعايه. لا ده شراكه. حقيقي. وشراكه
طيب. وكمان ايه على المستوى الرقمي والتكنولوجي والتطوير واللي هتشوفه، اعتقد بيزنس انه اتصالات بيزنس. لا اعتقد انه اتصالات مصر هتقدم هذه المره شكل مختلف جدا في المرحله اللي جايه ان شاء الله. طيب عموما خلينا بقى نروح بسرعه لفريق الكره. عندنا مباراه قفلنا صفحه المقاولين العرب، على الرغم ان في كاس مصر لم يكن الاداء جيد، ولكن كان له مبرراته. الاداء الغير جيد كان له مبرراته وتم قبولها الحقيقه من كل جمهور النادي الاهلي، وبالتالي النادي الاهلي بيستعد لمباراه اخرى يوم الجمعه القادمه في بطوله اخرى وهي بطوله الدوري العام وامام طلائع الجيش بمدير فني جديد كان المدير الفني واستطاع ان يحوز للنادي الاهلي واستطاع ان يفوز مع النادي الاهلي بالبطوله الافريقيه كابتن محمد. شوف مستر كولر نجح خلال الفتره اللي فاتت من اول ما تولى المسؤوليه في انه يعمل تغيير واضح في شكل واداء الفريق. نعم. بتفق مع حضرتك برضو انه في ظروف كثيره ادت الى ان النادي الاهلي في المباراه مباراه الكاس امام المقاولين العرب ما كانش على مستوى طموحات الناس. طبعا متفق عليها تماما، بس برضو انا من خلال برنامجك يا كابتن نفسي يعني اطلق تحذير للاعيبه الكوره في النادي الاهلي انه كاس مصر تحديدا البطولات الكؤوس لا تحتمل انه يبقى فيها اي مجازفه او ان تترك الامور حقيقي، لان انا شخصيا وانا بتفرج اتفرجت على الماتش. كلنا اتفرجنا. لا اتفرجت عليه حتى حانت لحظه ضربات الترجيح. انا شخصيا قمت قلت اعمل اي حاجه بقى وارجع اما اشوف الدنيا هترسل زينا بيقوم يا استاذ جمال. ما انا بقولك والله انا مش ببالغ، قمت فعلا قلت مفيش داعي بقى تشد قوي. بس هقول لك حاجه، انا بعد الكره اللي فاتت لما ضاعت من المقاولين وشفت ان هي مش اوفسايد يعني هاتها تاني يا سمير لو سمحت. لا غريبه جدا على فكره. انا قلت صعب جدا ان والله ايوه انه هينتهي كده يعني الماتش هينتهي بقى يعني ما اصل الكره دي ما هو وارد يا كابتن. لا مش اوفسايد، لا مش اوفسايد يعني، لكن يعني ماشي. بص كل شيء وارد في كره القدم. هو مش قصده احمد علاء بيعمل كده، جت في رجله وراحت لواحد فاضي. كل شيء وارد في كره القدم، بس انا بتكلم بالذات على الفرص الضائعه السهله. يعني قبل يعني في وقت مبكر من المباراه في فرص سهله جدا صح كانت ممكن تحسم هذا الامر. وتقضي على القلق اللي موجود عند الناس اللي بيتفرجوا. فاحنا بنطالب او بنتمنى ان يكون هناك يعني ايه بخل شويه في اضاعه الفرص. اتفضل لان ايوه انا بقول لحضرتك انا معلش مش عايز اذكر اسماء يعني هي واضحه مش محتاج يعني مش محتاجه تذكر اسماء لا هي واضحه امام الجميع لكن انا بتكلم ندائي للجميع لكل لاعب يعني مثلا الراجل اللي اكتشف كولر ده اكتشف لعيب جميل راجل المهام الصعبه كريم فؤاد ايوه كريم فؤاد يعني كريم فؤاد اول ما ابتدى ياخد التعليمات انه يتقدم شويه قدام بنفس الطريقه تقريبا بس هو ما مررهاش بقى هو ما عملهاش عرضيه هو جابها بنفسه طبعا فاللي انا عايز اقوله ان انت عندك لعيبه وعندك امكانيات تقدر تبرد بيها القلب بدون ما توصل لمرحله فيها التهابات يعني انا بتكلم بمنتهى الصراحه فطبعا كريم حللك اللغز حافظ عليه بقى طبعا حافظ على الهدف ده اذا ما قدرتش يعني انا من ضمن الناس اللي سمعتهم بيتكلموا كويس على القصه دكتور طه اسماعيل اذا ما قدرتش تجيب جون تاني حافظ عليه حافظ على الجون اللي انت جبته طبعا لان اهو شايف هي تمريرتين لا فيهم خناقه ولا تعب ولا جهد ولا حاجه تمريره بالمقاس في مكان مظبوط تصرف جيد من كريم فؤاد يعني على نفس السيناريو تصرفه في مباريات اخرى فاحنا بنتمنى انه كاس مصر يا جماعه ما يخرجش ما يبعدش عن النادي الاهلي صحيح الدوري هو البطوله الاساسيه لكن جميل جدا جدا انك تحتفظ بالاثنين دوري وكاس واحنا قلنا لازم هذا موسم
أوكي. بيحتاج منك ان انت فارس. ما تفوتش. طيب خلينا نطلع نشوف تقرير عن مارسيل كولر والفترة الماضية وما حدث ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى. زي ما حضراتكم شفتوا كده يعني كولر له مميزات كثيرة جدا الكل بيبحث عنها، يعني احنا كنا بنبحث قبل بداية الموسم، الناس كانت عمالة تقول لك ايه يا جماعة بسرعة انتوا ازاي ما جبتوش مدرب. دايما اقول يا جماعة التأني في التأني صح. السلامة، خلينا نصبر كله بوقته يعني بالظبط كله في وقته. الحمد لله ربنا كرمنا بهذا المدير حتى الان ماشي بشكل جيد جدا. انا الحقيقه اول مره او تاني مره التقي معاه كانت الاسبوع اللي فات في مؤتمر الصحفي اللي فات للنادي الاهلي في الاعلان عن الشراكه. رجل في منتهى الادب ورجل لطيف جدا 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 لا ولطيف يعني انت وانت انا شفت الاوفرات بتاع يعني عارف قاعد يتكلم كلام حلو يعني هو طبعا المترجم طبعا الاستاذ خالد شرح له كل حاجه وقال له كل حاجه ووري له على برضه دكتور خالد حد محترم جدا على فكره دكتور خالد رجل الحقيقه يعرف تماما فرجل واضح ان هو له سمات شخصيه جيده الكل كان يبحث عنها استاذ جمال 100% واضح ما ده سمات شخصيه بعيدا عن الفنيات لا احنا ما احنا انا قلت انا وجهه نظري وناس كتيره تتفق معايا انه منذ وصول هذا الراجل باين ان هو شخصيه مختلفه بمعنى ايه يعني حتى بعض الناس لما سئلوا عن الفرق بين كولر وفايلر ومش كان مين فايلر ولا فايلر وفايلر مواطنه قال لك ان كولر بيمتاز عن فايلر بانه بيقدر يعمل علاقة كويسة مع اللعيبة بتاعته يعني بيشغل نفسه بياخد الأمور يعني فايلر شوية بيدي أفكار وبيدي حاجات لكن كولر في شوية إيده في الشغلانة أكتر وبيحب يعرف كل حاجة حقيقي يعني حقيقي. بنفسه لا ده أنا أقول لك على فايلر أنه كمان كان فرق عنده مشكلة خد فترة عزل نفسه عن الفرقة يعني أيوة مثلاً ما هو بالظبط أنا بكلمك يعني يعني كان هو مثلا هم في فمثلا في مكان وهو في مكان ثاني لا كان عنده غير كان عنده وسواس وسواس قهري ربنا يعافينا ويعافيه هو كان عنده مشكله رغم كل الامكانيات اللي خدها وكل الدعم اللي قدمه له ده هو مدرب كويس افكاره كمان الحلوه والاداره حتى لما مساله انه اتمسك انه يمشي وقدموا له كل حاجه الحلول عشان يستمر ولكن كانت اراده ربنا سبحانه وتعالى انه يجي ايه فتحه الخير تيجي على وش مين صحيح الموسيماني فعمل وشكل كولر انا شايف انه مباراه المولين دي كان بالنسبه لي مهمة جدا عشان هو يشوف الوضع بأمانة شديدة صحيح عشان يشوف اللقطات والسلبية بتاعت السنة اللي فاتت كانت فيها المشكلة أيوة. الفرق الدفاعية البحتة ازاي تتعامل معاها وزي ما حضرتك بتقول كده انت هتقابل ناس كتيرة جدا بص لا لا كله هيلاعبك بالطريقة دي بس استثناء ثلاث اربع فرق فانت بقى بدايتهم بقى طلاع الجيش هتتفرج على صحيح دفاع مقفول بصوره ولينا تجربه مع الكابتن محمد يوسف مع البنك الاهلي ما حدش يقدر انا عاوز يجيبوا له الماتش ده ويقول له اتفرج عشان تشوف الوضع هيبقى عامل ازاي وجالك جول واتلغى بطريقه غريبه جدا فانا عاوز اقول لك ايه رغم الناس زعلت وكتير جدا يعني اتخضوا من المنظر ورغم حجم الفرص اللي ضيعت ودي برده ظاهره برضو كان عانى منها الفريق الموسم الماضي فرص كتير جدا كان في المباراه ممكن يضيع منك 7-8 اهداف محققين النهارده مباراه الموانين دليل مؤشر واعتقد انه هيبقى في حساباته ازاي يحاول يحل المساله دي لانه الكل والغالبيه من ال 18 هيلعب قدامك على الاقل 14 فريق هيلعبوا معاك بنفس الشكل فازاي انت هتعرف تتغلب على الموضوع ده اكيد ده كله هيبقى في الحسابات في المرحله الجايه بدايه من مباراه طلائع الجيش هتكون مباراة برضو اختبار حقيقي هل بحثت عن الحلول ام لا وانصاف الفرص دي طبعا وتستفيد ازاي من انصاف الفرص دي مهمه جدا دي مهمه جدا هي دي لا هي مش انصاف فرص مش فرص هي فرص محققه يعني لا يعني ما تزعلش مني في مباريات اقدر اقول لك ان هي انصاف فرص لا في فرص سهله يعني لا فرص سهله جدا حضرتك انصاف الفرص دي اللي هي ايه الكره معديه بالعرض والدنيا ما لحقش لكن مش انفرادات فرصة. لكن ما فندم يعني ست يعني اربعة واحد قول خمسة مش هقول ستة جبت منهم اتنين الماتش اتفتح الماتش بقى شكله مختلف تماما فعلا اتنين مش واحد اتنين الماتش بقى شكله وحضراتكم اساتذه يعني لا لا الكلام ده كويس خلال متابعتنا كمان بقول لك معلش يا كابتن اسالك سؤال فضل. يعني انت كلاعب كوره هل ما بيحصلش عندك نوع من الغيره وانت بتتفرج على كاس العالم؟ يعني تشوف الناس والاداء والقوة واليقظة والروح يعني طيب. النادي بيقدم لك كل شيء كل شيء ها وقدم لك انت تنتظر ايه يعني مثلا يجي ينزل الكولر يحط الجول يعني ولا يعمل ايه هو اول نص ساعة
كان يستطيع هي نفس المشكله ان يغير يعني شكل المباراه تماما، ولكن في النهايه ننتظر ايه اللي هيحصل يوم الجمعه، على الرغم من ان هي بدايه المباريات اللي مش الصعبه، هي صعبه لكن المباريات الدفاعيه البحته البحته طبعا. لا هي دي البدايه يعني، كانت البدايه المقاولين في الكاس والطلائع في ال، ما هي اصل انت ده زي ما الاستاذ محمود قال، انت معرض للفرق اللي بتلعب معاك دفاعي اوكي، معرض لهم كتير، اغلب فرق الدوري هتلعب معاك. لا بس الطلائع بتبقى الدنيا يعني لا طبعا محمود قال كده وحضرتك قلت ان يعني الموضوع بيبقى ازيد شويه. بالظبط هي دي طريقه لعب طلائع الجيش كده. يبقى لازم انت يبقى عندك مفيش مبرر، الفكر مفيش مبرر يواجه ده، مفيش مبرر. طيب اخيرا علشان وقتنا بينتهي يا استاذ جمال واستاذ محمود، رايكم ايه في كاس العالم بشكل عام؟ يعني النهارده يعني اعتقد ان امريكا كانت كسبانه 1-0 واعتقد المباراه انتهت بفوز امريكا. قولوا لي يا شباب، امريكا انتهت المباراه بفوز امريكا 1-0 وانجلترا، والمباراه الثانيه انجلترا اكيد كسبت 3-0 لويلز، كسبت 3-0 ويلز، يبقى هما الاثنين تاهلوا، وبالتالي انجلترا وامريكا صعدوا للمباراه التاليه اللي هي الدور الثاني. خدوا بعض يا ريس وطلعوا مع بعض. نعم عادلوا مع بعض وخدوا بعض وصابوا الاثنين ورا يعني. لا خلاص كله في اللطيف. لكن بشكل عام ايه اكتر حاجه يا استاذ جمال لو حضرتك هتكتب البكره بشكل عام بعد نهايه الادوار الاولى؟ يعني شوف انا بالنسبه للفرق لسه لم تنتهي طبعا، ولكن بالنسبه للفرق العربيه هي دي اللي تهمني حاليا، يعني العربيه والافريقيه. ايوه حاولت او بتحاول ما زالت حتى الان. طيب. منهم السنغال حقيقي تاهلوا الحمد لله، وانا بقول الحمد لله لانها فريق افريقي بصرف النظر عن المشاكل اللي كانت بيننا وبينهم، انما احنا نسعد بان طبعاً منتخب السنغال يصعد ويكمل مسيرته. والله يا استاذ جمال الواحد وقاعد بيتفرج على مباراه السنغال كانك بتتفرج على منتخب مصر. بالظبط. لا وفعلا فعلا هم مجتهدين جدا. السعوديه نفس الكلام. بالظبط. قطر كل الناس، كل الفرق بقى اللي هي بلدياتنا وكل الناس العرب اللي هم بلدياتنا الحمد لله بيحاولوا في هذه البطوله ان يثبتوا وجودهم. أوكي. المغرب، السعوديه، تونس رغم ان هي حتى الان لكن موجوده برضو ما زالت بتحاول انها تصعد، انما في محاولات على الاقل الفرق دي بتقول لو مش هنقدر نصعد احنا عاوزين نثبت ان احنا كويسين. تمام. فده في حد ذاته شيء كويس قوي، والفرق الافريقيه والعربيه لابد ان تكون طموحاتها دايما اعلى أكثر من كده. طبعا، لانه هو صحيح. المشكله انه بيلعب ماتش كسب الارجنتين السعوديه مثلا، لا بس عمل المباراه الثانيه بشكل جيد والله، بس جميلة هو ضاع العديد من الفرق. هي دي بقى اللي اضاع كثير مع من انه لعبوا مباراه قويه جدا امام بولندا، وما زالت الفرصه قائمه ان شاء الله، ربنا يوفقهم بيه. استاذ محمود، لو كنت تبص على كل اللي شفته الفتره الاسبوع 10 ايام اللي فاتوا تقول ايه؟ او الاسبوع اللي فات لا يعني. طبعا بص يعني انا شايف الكره الجماعيه. ايوه مفيش نجم، برافو عليك يا استاذ محمود، مفيش حد تقدر تقول ايه الكره الجماعيه يعني انجلترا تقول مش هتقدر تقول هاري كين، مش هتقدر تقول بقيه، بس في نجوم جدد يعني، في نجوم يعني تقول لك جماعيه الاداء، جماعيه الاداء هي المسيطره يعني. مثلا عندك انت اتفرجت على ماتشات مثلا المنتخب الكندي عمل كميه صحيح جري في الملعب، مباراه اسبانيا والمانيا شباب 19 و18 سنه، وشوف انت كميه السرعات واللياقه البدنيه والفرص والتصديات ويقظه الحراس يعني. عاوز اقول لك ايه، لا على ما يبدو هذا المونديال سيكون مونديال افول يعني اكثر من نجم يعني. النهارده على المحك ميسي، رونالدو، نيمار، هتبقى الامور تدريجيا ربما يبدو في الصوره، انا شايف يبدو في الصوره ان الديوك الفرنسيه ربما والسامبا ربما يكون هم الاقرب في الوصول للفاينل. فرنسا نعم. بتقدم مستويات كبيره جدا بعناصر شابه واعده، معاهم كيليان امبابي طبعا شغل كبير جدا، وليفيه جيرو. عاوز اقول لك انه المساله مختلفه. البرازيل برضو في ظل غياب حتى نيمار، مباراه لعبت مباراه قدام سويسرا، دفاع سويسرا دفاعين اكثر من رائعه. لكن عاوز اقول لك ايه، الحماس برضو والمهاره والخبرات. المشكله عندنا يا كابتن ان احنا يعني ايه الكره العربيه والافريقيه لسه مساله ما تخلصناش من مساله الانبهار ان انا العب مباراه وكانه وافوز بيها فانتهى الامر عندك. طموحاتي قال لا حقيقي. لابد يكون عندك انك انت يكون عندك طموح انك انت تروح للدور الثاني. بتخطط ازاي اصعد الدور الثاني، ولما اصعد للدور الثاني ازاي اروح لدور صحيح. اروح اعدي دور الثاني واروح لدور الثمانيه يعني. عاوز اقول لك ايه، النهارده غانا
اكيد في حساباتها مش هتنسى 2010 حقيقي مع اورجواي. يعني ايه يعني خطوه ايد؟ ما هو استخدم ايده في لقطه خلاص يعني بعد السيمي فاينل وقتها، كان هيبقى حدث استثنائي والناس كلها زعلت. يعني عاوز اقول لك ايه، في منتخبات انت عندك غانا والمغرب وادي السنغال معاهم، السعوديه عندها فرصه بس مباراه في غايه الصعوبه. مباراه مكسيك ما تعتقدش المكسيك لا 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 ده هتشوف حاجه وجه صحيح. تاني ليه بقى؟ انا كنت اتمنى في مباراه بولندا نخلص تعادل حتى. لا لا شفت انت قلت ايه؟ انه انت عملت حماس واندفاع، لكن كان بحساب بس ضيعت اجوان برضه يا استاذ محمود شهادي. ماشي اوكي، بس برضه الفرقه الثانيه بتعرف تخلص حقيقي، بيلعب على بيلعب على تفاصيل. خلصت بايه؟ ما خلصت بلعبتين يعني صحيح. ممكن يبقى في مفاجات. ممكن يبقى يا عالم ايه اللي هيحصل الايام اللي جايه؟ ما حدش عارف. عموما هي بطولة رائعة حتى الآن، نتمنى أنها تستمر بهذا الشكل. بشكرك جدا يا أستاذ جمال على وجودك معايا. شكرا كابتن، شكرا جزيلا يا أستاذ محمود على وجودكم دايما، بتشرفونا وبتسعدونا بكلامكم ووجودكم معانا. شكرا شكرا جزيلا. هنطلع بقى نشوف ماذا قال دكتور سعد شلبي. دكتور سعد شلبي بعد انتهاء الجمعية العمومية، ماذا قال المدير التنفيذي للنادي الأهلي دكتور سعد شلبي؟ وكلام هام جدا ومهم جدا لأعضاء الجمعية العمومية ولأعضاء الجمعية العامة للنادي الأهلي. وبعد كده فاصل، وبعد الفاصل هيكون معايا ضيوفنا في فقرة كواليس المونديال. ولكن نطلع نشوف التقرير وفاصل، وبعد الفاصل ضيوفنا في كواليس المونديال. كل الشكر لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. عقب إعلان عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للنادي الأهلي، يسعدنا أن يكون معنا في هذه الأثناء الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، نتكلم في كل التفاصيل الخاصة بهذه الجمعية. دكتور سعد برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي، وعايز أخد كلمة الكابتن محمود الخطيب في مستهل كلامه. قال مهم جدا إن إحنا كلنا بنتجمع تحت عنوان عائلة النادي الأهلي. من الممكن يكون في اختلافات، لكن كلنا بنتجمع تحت مظلة واحدة هي كيان النادي الأهلي. يمكن خليني أهني الأول كل أعضاء الجمعية العمومية الموقرين اللي هي عائلة الأهلي الكبيرة بهذا اليوم الجميل اللي عشنا فيه كلنا زي ما ذكر كابتن محمود تحت مظلة واحدة، هي مظلة النادي الأهلي اللي بتجمعنا كلنا حتى لو كان عندنا بعض الوجهات النظر اللي عايزة تعزز من الانجازات اللي بتحصل داخل جدران النادي الاهلي. ده ما حدش يقدر ينكرها، ويمكن ده كان واضح في التقرير اللي استلمته كل اعضاء الجمعيه العموميه الموقره النهارده في تقرير خاص عن نشاط السنه الماليه 2021-2022، واللي في الحقيقه كان بيحمل مجموعه من الانجازات. اهم هذه الانجازات في الحقيقه هي قوه الاداء المالي للنادي الاهلي، لان الارقام هي التي تتحدث، والارقام هي التي لها مصداقيه، والارقام هي التي يتم تحليلها واستخلاص النتائج منها. كان ميزانيه في الحقيقه تجاوزت 3,87,000,000 جنيه، ودي هي الميزانيه الاضخم في تاريخ النادي الاهلي، وهي الاضخم ايضا داخل انديه القاره الافريقيه. وده شيء يحسب لمجلس ادارتنا الموقر في الحقيقه بقياده الكابتن محمود الخطيب. مش بس عملنا ميزانية مالية ضخمة، ولكن أيضا هذه الميزانية عكست أيضا فائض مالي أيضا كبير في ظل تحديات اقتصادية بتواجه كل دول العالم، وبالتالي بتنعكس أيضا على الدولة المصرية اللي احنا بنفتخر بالانتماء إليها، وأيضا على مؤسسة الأهلي كمؤسسة وطنية كبيرة. في الحقيقة حققنا فائض قدره يمكن احنا أعلنا عنه من فترة، لكن النهاردة كنا حريصين ان احنا نعرضه على جمعيتنا العمومية الموقرة. هذا الفائض بلغ أكثر من 149,000,000 جنيه، وده اعتقد انجاز ايضا تاريخي يحسب للجمعيه العموميه قبل ان يحسب لمجلس اداره النادي الاهلي، لان في الحقيقه الجمعيه العموميه هي اللي كانت حريصه على اختيار هذا المجلس الموقر، لانها كانت لديها ثقه كبيره في قدراته بما يضم من كفاءات في مختلف المجالات، واهمها طبعا الجانب المالي اللي انعكس في ميزانيتنا. يمكن ده كان واضح، وتقرير النهارده احنا فخورين بيه جدا جدا جدا، واعتقد ان بعض الأعضاء اللي احنا وقفنا معاهم كانوا أيضا متفهمين هذا الإنجاز بقدر كبير، وده بيعكس في الحقيقة أيضا وعي أعضاء الجمعية العمومية بالإنجاز. يمكن زي ما حضرتك حضرت معانا من خلال قناتنا الموقرة قناة النادي الأهلي، سمعنا الممثل الجهة الإدارية ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات وكيل أول وزارة الشباب والرياضة وهو بيعلن حجم جمعية العمومية للنادي
النادي الاهلي 184,775. اعتقد ان دي جمعيه عموميه ضخمه، جمعيه عموميه كبيره، جمعيه عموميه عريقه، كل مره بتقدم نموذج فريد على الرغم من الحرص عدد كبير من اعضاء الجمعيه العموميه على الحضور والتسجيل، ليس اليوم فقط بل بالامس ايضا كان لدينا حضور ايضا من الجمعيه العموميه، ولكن لم يكتمل النصاب القانوني لان النظام الاساسي للنادي الاهلي بياكد على مجموعه من المعايير، واحنا حريصين كنادي اهلي طول تاريخنا الكبير العريق ده ان احنا نلتزم بدستور النادي الاهلي وهو النظام الاساسي. النظام الاساسي بيقول ان في اليوم الاول 50% زائد واحد، وبالتالي 50% من ال 184,000 اعتقد ان هيبقى صعب جدا. كان في اليوم الثاني النهارده 10% من اجمالي ال 184,000 او 5000 ايهما اقل، وفي الحقيقه اجمالي عدد الحضور كان 3972، وبالتالي اعلن ممثل الجهه الاداريه ان الجمعيه لم تكتمل، وبالتالي سوف يتولى مجلس اداره النادي الاهلي مهام الجمعيه العموميه على ان تحالل ميزانيه للجهات الرقابيه الممثله في الجهاز المركزي للمحاسبات وايضا وزاره الرياضه للقيام بعمليه التدقيق المالي، على الرغم من ان احنا عارفين ان دايما اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي فيها كثير من الخبرات والكفاءات ايضا اللي في كل مجالات التخصصات ومنها المجالات المحاسبيه، لكن اعتقد ان الجهات الرقابيه ايضا بتبقى حريصه ان هي تقوم بعمليات تدقيق، واحنا بنبقى حريصين على ده ان شاء الله. ده كان مش الانجاز الوحيد، كان في سلسله من الانجازات الاخرى، وان شاء الله احنا حريصين ان احنا كنا نحطها في تقرير العام المالي الحالي. كابتن محمود الخطيب في كلامه اتكلم على المصروفات والايرادات وقال لي احنا يعني خلال الفتره القادمه او بدانا التخطيط ان احنا نعزز موارد النادي الاهلي ونزود ايرادات النادي الاهلي لمواجهه كتير جدا من المصروفات، في ظل ان النادي الاهلي خلال جائحه كورونا كان واحد من اهم المؤسسات الرياضيه اللي كان عنده التزامات سواء على الناحيه الانشائيه او على مستوى الالتزام في العقود مع اللاعبين او مع كافه افراد النشاط الرياضي. يمكن خلينا ناخد ده يعني كانت طبعا نتيجة، الكابتن محمود الخطيب دايما بيبقى حريص على احترام مبادئ النادي الاهلي وقواعد وقيم النادي الاهلي، ومن اهم هذه المبادئ هو النظام الاساسي للنادي الاهلي اللي بيأكد في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لا يكون هناك اي نقاشات، فعشان كده يمكن هو في كلمته البسيطة السريعة كان حريص انه يبين ان في انجازات حصلت، ولكن هذه الانجازات ايضا تحتاج الى المزيد من الجهد ومن العمل، لان مصاريف النادي الاهلي ومصروفات النادي الاهلي هي ايضا مصروفات ضخمه، على الرغم ان احنا عندنا ميزانيه ماليه كبيره وعندنا مجلس اداره في الحقيقه قدر يحقق طفرات ماليه ضخمه جدا، لكن خلينا نقول زي ما حضرتك تفضلت مشكورا، في ظل جائحه كورونا توقفت الحياه تماما في كافه انحاء العالم، في خلال 4 سنوات كان منهم سنتين كورونا، موسم 19 كورونا بدات في نهايه عام 2019 على ما اعتقد، وعام 2020 بالكامل كان هناك توقف كامل للنشاطات الاقتصادية، لكن مجلس إدارتنا في الحقيقة قدر يحقق إنجاز فريد من نوعه. احنا في خلال 4 سنين من تاريخ استلام أرض التجمع الخامس، فرع النادي الأهلي الجديد في التجمع الخامس، احنا يعتبر لو خصمنا السنتين دول يعتبر الفرع تم إنشاؤه في سنتين، واعتقد ان ده إنجاز لم يحدث في تاريخ الأندية المصرية ان يتم إنشاء نادي بالكامل على 50 فدان، مساحة 50 فدان، وأن يتم إنشاؤه بهذه الجودة المتناهية اللي صار يعني في الحقيقة اللي نالت إعجاب كل من رأى الصور اللي على الحقيقة أو كل من زار أرض التجمع الخامس على في الحقيقة كانت مسار إعجاب وتقدير كبير جدا، وهذا إنجاز أيضا يحسب لمجلس إدارتنا ويحسب لأعضاء الجمعية العمومية اللي اختاروا هذا المجلس الموقر في الحقيقة، وده بيعكس مدى الوعي للجمعية العمومية وأيضا قدرتها على الاختيار من يستطيع أن يحقق طموحاتها وطموحات جماهيرنا اللي موجودة في كل مكان. وطموحات الجماهير لما نيجي نتكلم فيها أيضا هنلاقي في جانب في الجمعية العمومية على الرغم أن هي صاحبة القرار الأعلى في النادي الأهلي، إلا أن في قرارات بتتعلق بتحقيق طموحات الجماهير الكبيرة اللي متمثلة في الإنجازات الرياضية الضخمة. أيضا كان عندنا سلسلة من الإنجازات الرياضية لفريق الكرة
القدم، وكان اخرها الحمد لله السوبر المصري اللي كان في دولة الامارات اللي كان عن الموسم 2021 في الحقيقة. عشان كده دايما احنا بنقول ان ده بينسب للمجلس في تاريخ 2021. كان عندنا ايضا انجازات في كرة السلة، كان عندنا انجازات في كرة الطائرة، كان عندنا انجازات في كرة اليد، السوبر الافريقي لكرة اليد في الحقيقة. ده انا بس بدي بعض الامثلة عشان يبقى فيه يعني تذكر من مشاهدينا الكرام وايضا اعضاء جمعيتنا العمومية الموقرة. لكن على الرغم من ان احنا عندنا ايضا اشار ليها الكابتن محمود، عندنا عقود رعاية رياضية تم توقيعها، ويمكن كان عندنا احتفال يوم الاربعاء الماضي، وعندنا احتفال في الباكر ايضا، ويا رب دايما يدير احتفالات النادي الاهلي المستمرة اللي بتعكس رقي النادي الاهلي وبتعكس رقي شركاء النادي الاهلي وقدرة النادي الاهلي على انجاز متطلبات عمليات التمويل الضخمة للنادي الاهلي، لان احنا عندنا استثمارات ماضية وعندنا استثمارات في المستقبل، عندنا استثمارات في التجمع الخامس بلغت تجاوزت اكتر من 1.6 مليار جنيه، مستمرين ان شاء الله في تنفيذ سلسلة من التطوير في البنية التحتية، سواء كانت في فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد، وانا يمكن هذكر المشروعات القائمة في الشيخ زايد الان ان شاء الله في القريب العاجل سوف يكون هناك افتتاح للملعبين الكبار بتوع كرة القدم، ايضا هناك اماكن انتظار السيارات سوف يتم افتتاحهم مع الملعبين، بالاضافة لعندنا مشروعات استراتيجية ان شاء الله في العام المالي القادم هيتم افتتاحها، زي المبنى الاجتماعي ايضا في الشيخ زايد، عندنا المسجد في الشيخ زايد، عندنا حمام السباحة في الشيخ زايد. على الجانب الاخر في مدينة نصر ايضا هناك سلسلة من المشروعات اللي تم الحصول على موافقات ليها في مجلس ادارتنا الموقر، السلم الكهربائي ده موجود ايضا، الملاعب، مدرجات الملاعب، غرف قلع الملابس في ملاعب قطاع الناشئين، ده كله ان شاء الله بيتم على اكمل وجه خلال العام المالي القادم ان شاء الله، وده يمكن احنا حطيناه في تصوراتنا للموازنة اللي جاية خلال السنة المالية 2022-2023. دكتور سعد، دور مهم جدا طبعا للإدارة التنفيذية، وزي ما حضرتك وضحت هذا الأمر، ويبقى تقديم بعض الخدمات اللوجستية لأعضاء النادي الأهلي ورقي أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي، كلمة شكر مهمة جدا للإدارة التنفيذية ولكل أفراد الجمعية العمومية في النادي الأهلي. يعني خلينا نقول إن الشكر الحقيقي في الحقيقة هو للجمعية العمومية الموقرة، الجمعية العمومية الموقرة هي اللي بتقدر تدي الصورة الحقيقية لعظمة النادي الأهلي وأيضا تفرد النادي الأهلي ما بين مختلف الأندية الرياضية. يمكن حضراتكم كنتوا متابعين معانا على مدار اليومين قد إيه أعضاء الجمعية العمومية، على الرغم من إحنا كنا في أيام في وسط الأسبوع، لكن كان في حرص كبير من أعضاء جمعيتنا العمومية على أداء واجبهم تجاه النادي الأهلي وتجاه مجلس إدارة النادي الأهلي اللي هم أيدوه واختاروه وحطوه في موقع المسؤولية تجاه تحقيق طموحات أعضاء هذه الجمعية العمومية الموقرة وأيضا جماهيرنا الكبيرة. زي ما احنا شفنا النهاردة كان في توفير كل وسائل الراحة لأعضاء الجمعية العمومية حتى يتمكنوا من هم يبقوا موجودين معانا في إطار عائلة الأهلي الكبيرة. كان عندنا عربيات موجودة في كل مقرات النادي الأهلي، سيارات حارسنا أن هي تبقى موجودة بأعداد كافية سواء في مقر النادي الأهلي بمدينة نصر أو في الشيخ زايد. كنا حريصين جدا على أن احنا نقلل زمن الرحلة المستغرقة بحيث ان احنا نزود عدد السيارات الموجودة ونقلل ايضا عدد الركاب في كل رحلة بحيث ان ما يقفوش وينتظروا كثيرا. كنا حريصين ايضا على ان كبار السن ايضا كل عربيات الداخلية الجولف كار اللي كانت موجودة عشان تنقل من البوابات لحد المقر الانتخابي، الكراسي ايضا للافراد الذين يعانون من بعض الاعاقات حتى نوفر لهم كل سبل الراحة، اساليب الاعاشة كانت موجودة بشكل كامل جوه كل المقرات. كان في ايضا الكتيب الخاص بتقرير مجلس الاداره حتى يتمكن اعضاء جمعيتنا العموميه الموقره ان هم يقروا كل الانجازات التي تمت على مدار عام كامل في كل انحاء النادي، سواء كان في النشاط الرياضي سواء كان في كره القدم، الجوانب الماليه الميزانيه موجوده، الخدمات ايضا موجوده، الاعلام موجود، سواء كان عمليه التطوير في البنيه التحتيه ايضا موجوده في كل الفروع والمقرات في الحقيقه. لكن كمان خليني انتهز الفرصه واتوجه بالشكر الجزيل لكل الزملاء في الإدارة التنفيذية اللي كانوا أيضا قدموا صورة مشرفة في استقبال أعضائنا الموقرين وتوفير كل سبل الراحة ليهم. كل الإدارات بمختلف أشكالها وأطيافها حضراتكم كنتوا شايفين كان في سعادة بالغة منهم وهم بيخدموا أعضاء جمعيتنا العمومية، لأن ده واجبنا تجاه جمعيتنا العمومية اللي احنا فخورين بيها، حتى
واحنا لم يكتمل جدول الاعمال. في الحقيقه كان اعضاء الجمعيه العموميه بيتوجهوا ايضا بالشكر لمجلس الاداره، البعض كان لديه بعض الملاحظات اللي ادهلنا مكتوبه، واحنا بالفعل حطيناها في الجدول وتم مناقشتها في مجلس الاداره، وان شاء الله هي هيتعمل لها برامج وخطط عمل. على سبيل المثال السلم الكهربائي في مدينه نصر كان جاي لنا ملاحظات من الجمعيه العموميه، احنا صدر عندنا قرار من مجلس الاداره بالفعل بتكليف احد الشركات الوطنيه بتركيب سلم كهربائي، 2 سلم كهربائي في مدينه نصر، وده واحد من المقترحات اللي احنا يعني مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود كان حريص ان هو يلبيها بسرعه بالغه مجرد ما احنا عرفنا، وده كان من احد الوعود ايضا اللي تم الوعد بيها في الانتخابات الماضيه. شكر، كل الشكر والتقدير لهذه الجمعيه اللي دايما بتقدم نموذج مشرف ما بين مختلف الانديه المصريه، كل الانديه بتتحاكى بالجمعيه العموميه بتاعت النادي الاهلي. شكرا دكتور سعد، وبالتوفيق دايما باذن الله، ومزيد من يعني من التطوير ومزيد من الامور اللي احنا بنلمسها على ارض الواقع من مجلس اداره النادي. شكرا ليكم، شكرا لتغطيتكم للجمعيه العموميه. كلام مهم من الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي، كلام من القلب من احد افراد اللي عايز اقول للمنتمين للنادي الاهلي اللي لامس نبض اعضاء الجمعيه العموميه، كلام مهم من الكابتن محمود الخطيب في تلبيه طلبات اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، هو يوم في حب النادي الاهلي، زمالك الكابتن الخطيب يوم في الالتفاف حول كيان وبيت النادي الاهلي، تاريخ مبادئ تطوير هو شعار النادي الاهلي. النهارده طبعا اجمالي من لهم حق التصويت في الجمعيه العموميه 184775، اللي حضر كان من المفترض حضور 5000 عضو لمناقشة الجمعية لمناقشة الميزانية في الجمعية العمومية، ولكن العدد اللي حضر 3972، وبالتالي لم تكتمل الجمعية العمومية للنادي الأهلي، ويعني نقدر نقول كل التوفيق للنادي الأهلي في القادم بإذن الله، ودور مهم جدا لكافة الإدارات داخل النادي الأهلي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خليني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، فقره كواليس المونديال. كريم سعيد، ازيك يا كريم؟ ازيك يا عبد السلام؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام؟ الحمد لله. الحمد لله ايضا. ايمن جلبرتو، ازيك يا ايمن؟ ازيك يا عبد السلام؟ كله كويس؟ كله ماشي الحمد لله. طيب كالعاده جوله في احداث اليوم النهارده، احداث يوم المباريات في كاس العالم واهم اخبار النهارده ايه اللي حصل، خلينا نطلع نشوف هذه او هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم. طيب خلينا ايضا نستعرض اهم نتائج مباريات اليوم النهارده. الحقيقه كان في 4 مباريات، المباريات اتلعبت الساعه 5 والساعه 9، 4 مباريات. هولندا بتفوز على المنتخب القطري بهدفين مقابل لا شيء، ثم السنغال اللي تتصدر طبعا هذه المجموعه، هولندا بتفوز على قطر وتتصدر هذه المجموعه، اما السنغال بتفوز على الاكوادور بهدفين مقابل هدف وتصبح ثانيا في هذه المجموعه. المباراتين الأخيرتين كانتا في تمام الساعة 9، إيران بتهزم من أمريكا بهدف مقابل لا شيء لتصعد أمريكا إلى الدور 16 كتاني لهذه المجموعة، ثم إنجلترا بتواصل تألقها وتفوز على ويلز ب3 أهداف مقابل لا شيء وتصعد أول عن هذه المجموعة. دي أهم نتائج مباريات اليوم. خلينا نبدأ يا كريم بمباراة هولندا وقطر، هذه المباراة اللي انتهت بفوز هولندا على قطر بهدفين مقابل لا شيء. يعني مباراة انا شايفها كانت نزهة للمنتخب الهولندي. نعم. قبل مع الدور 16 لويس فان خال يعني في الشوط الاول لعب بتشكيله الاساسي، ما فكرش ان هو يعني يشارك اي من البدلاء، ولعب بشكل جدي للغايه، خلصوا المباراه تقريبا في الشوط الاول. يعني اللي شاف المباراه هيلاقي ان المنتخب القطري فعلا يعني مالوش حتى اي هجمه خطر على المرمى المنتخب الهولندي، المنتخب الهولندي بكل سهوله كان بيوصل لمرمى المنتخب القطري. بصراحه المنتخب القطري للاسف سجل رقم سلبي للغايه، هيذكره تاريخ المونديال، كل بطوله هنحضرها في المستقبل لازم هنقول الرقم ده، ان قطر الدوله المستضيفه الوحيده في تاريخ المونديال اللي ودعت البطوله من دور المجموعات بدون ان تحصل على اي نقطه. نعم. وهي تاني دولة مستضيفة للمونديال تودع دور المجموعات بعد جنوب أفريقيا 2010. للأسف نتائج كانت مخيبة للأمان رغم الإعداد اللي وصل ل4 سنوات، شمل المشاركة في كوبا أمريكا، شمل المشاركة في الجولد كاب الخاص بأمريكا الشمالية، شمل المشاركة كمان في تصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال، عدد كبير جدا من مباريات الابتسام تعدى الـ60 والـ70 مباراة دولية، ولكن الفريق في الآخر للأسف قدم مستوى
سيء للغاية، وكان طبيعي جدا 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 أنه يحتل المركز الأخير في المجموعة. طيب هذه المباراة أيضا زي ما كريم قال يا أيمن أنها مباراة يعني ليس في الإمكان أفضل من مكان، على الرغم من أن المنتخب القطري الحقيقة كان في كلام قبل المباراة أنه ممكن جدا لو كسب المنتخب الهولندي يصعد يعني لا تاني للمجموعة، كان خلاص كان خلاص يعني ما فيش أي أمل. هي الفكرة كلها أن يعني هم كانوا بيحاولوا أن قطر يعني تعمل يعني بس كده يعملوا حاجة. هي كلنا فوجئنا بالمستوى القطري زي ما كريم قال، هي الفكرة أن أي حد متابع المنتخب القطري واستعداداته حتى في السنين الأخيرة مستحيل يتوقع أن هم يظهروا بالشكل ده، يعني ممكن تخسر بس تخسرش بالشكل ده. هم ثلاث مباريات اللي لعبوها أسوأ من بعض يعني بالظبط، ما في حتى ماتش السنغال لما فاقوا شويه ده كان فاول، لان السنغال لما حطت الجونين انت عارف ساعات عادات اللعيبه الافارقه كده اللي هو ايه 2-0 يريحوا شويه، فحتى لما السنغال داس رجع داس الثاني جابت الهدف الثالث. فهي قطر للامانه الموضوع بالنسبه لها يعني كان صعب وغريب ومفاجئ وحاجه غير متوقعه، يعني في حاجات نقول متوقعه لكن ده لا حاجه غير متوقعه، ومجموعه في المتناول يعني في المستويات نفسها مع استعدادات قطر تقول ان لا المجموعه سهل ان قطر كانت تتعامل معاه بشكل افضل من كده. ولكن اكوادور والسنغال الصراحه هم اللي كانوا يعني السنغال لما خسرت من هولندا اول مباراه كابتن اسلام كلنا كنا نقول ان السنغال كانت افضل، يعني السنغال لعبت لكن اخطاء ساذجه وقتها لمندي هي اللي خلصت الماتش لهولندا. الاكوادور نفسها لما لعبت هولندا لعبت معاها ماتش كبير، الاكوادور مع قطر ماتش حتى الاكوادور والسنغال كانت مباراه ممتعه وسجال والمنتخب السنغالي قدر ان هو يصعد. فالمنتخب القطري للامانه زي ما كريم قال كده هي التاريخ هيفضل يذكر ان اي ما نيجي نقارن اي دوله مستضيفه ان دايما قطر هتبقى باسوأ ارقام رغم التنظيم الرائع، لكن كمنتخب ونتائج هتفضل الارقام دي سلبيه. طيب خلينا بقى نروح لاحصائيه هذه المباراه، ما اعتقدش ان فيها احصائيات كثيره نقدر نتكلم عنها. هذه المباراه قطر وهولندا 2-0 لهولندا، الفرص زي ما حضراتكم شايفين، الاهداف المتوقعه نسبه الاستحواذ 41% قطر، وبقيه الاحصائيات موجوده امام حضراتكم. يعني هذه المباراه ما اعتقدش ان فيها كتير ممكن نتكلم فيه. والله يا كابتن اسلام الاكس جي اللي شايفه المنتخب القطري ده انا ما شفتوش قبل كده بصراحه، يعني ما شفتش الاكس جي اللاعب لا اكس جي ايه ده 0.2 يعني امانه الواحد مثلا يعني بيقرا تحاليل شركات كتيره بقاله اكتر من سنتين انا ما شفتش الرقم ده بصراحه، رقم ضعيف للغايه. لا انا قصدي انت ممكن تشوفه اللعيب يعني اللعيب يقول لك ان اللعيب ده الاكس جي بتاعه الاهداف لكن فرقه كامله يبقى صعب. بص هولندا التمريرات 750 810 750 تقريبا، قطر 465 398 86% 93% طبعا 86% ولكن ده رقم سلبيه يعني بالنسبه للمنتخب القطري بالنسبه للمنتخب الهولندي. طيب خلينا بقى نروح نستعرض ايضا ارقام رجل المباراه. ديفيد لاسين افضل لاعب في هذه المباراه، وزي ما قلنا المنتخب الهولندي منتخب جيد جدا ومعاه سكواد قوي جدا، وكلاسن لاعب مميز جدا وبلاي ميكر لاعب طبعا نادي اياكس لاعب ممتاز جدا، ودي يعني ارقامه في المباراه واحد من المواهب الكويسه اللي هنشوفها السنه دي. واعتقد كمان هل يمكن الوصول المنتخب الهولندي ممكن الوصول للمربع الذهبي؟ والله بص يا كابتن اسلام انا بشوف دايما المنتخبات اللي هتوصل للسيمي فاينل هي المنتخبات القويه على المستوى الدفاعي. ده وجهه نظري. مستوى الدفاع طبعا، يعني مثلا تعال مثلا شوف مثلا منتخب برازيل خلال 180 دقيقه في المونديال ما تشطش على مرماه شوطه واحده. بين ثلاث خشبات 180 دقيقه. هم خايفين من 180 دقيقه. اللي احنا وصلنا لدرجه ايه؟ مش انك عايز توصل لاليسون، يا اليسون ده بعيد، اليسون ده تارجت بعيد جدا مالكش دعوه بيه. المهم توصل بس عند يعني تعدي اوصل لمنطقه الجزاء، وبعد لما توصل بعد لما توصل لمنطقه الجزاء هنقعد بقى نفكر ازاي تهدد مرمى اليسون. منتخب البرازيل منتخب قوي للغايه، برضه منتخب الهولندي بصراحه عنده سكواد كويس، وبنتكلم دفاع يعني فان خال بيلعب 3-4-3 ومعاه في الدفاع معاه فان دايك ومعاه طبعا ناتان اكي ودي ليخت برضه يعني هو النهارده رايح دي ليخت على الدكه، لان دي ليخت حتى بدايه البطوله اعتقد كان مصاب او مش جاهد 100% بس يعني الثلاثه دول لما يلعبوا مع بعض من دور ال 16 بتتكلم على خط الدفاع قوي للغايه، ودونفرز بصراحه الفول باك اليمين بتاع نادي انتر دبابه
مش ممكن مش ممكن يعني فول باك وهاف ديفندر ومساك حاجه بسم الله ما شاء الله يعني. لا منتخب قوي واتفق مع حضرتك ان هو يعني منتخب الهولندي من الاسماء المرشحه ان هي تكمل في المونديال ان شاء الله. هيلعبوا امريكا فممكن المباراه تبقى يعني في المتناول يعني هي تبقى مباراه ما نقدرش نقول صعب سهله لان برضو منتخب الامريكي منتخب في عناصر اتكلم عنه في مباراته لكن المباراه نفسها تبقى جميله يعني فعندهم فرصه يعني مش هيلعبوا فرنسا مش هيلعبوا برازيل يعني ما خبطوش في فرقه فيها قلق يعني. طيب خلينا نروح بقى نتكلم عن مباراه السنغال والاكوادور. اعتقد يعني اذا كنا اتفرجنا على 10 ربع ساعه ثلث ساعه في مباراه هولندا وقدر ولكن الكل هنا على الاقل في مصر اتفرج على مباراه السنغال والاكوادور يا كريم. مباراه كانت متكافئه للغايه وبدايه المباراه المنتخب السنغالي يعني مارس ضغط شديد جدا على المنتخب الاكوادوري. المباراه فعلا كانت كابتن اسلام بدنيا اعتقد يعني اكتر من الفنيه مباراه كانت بدنيه شديده جدا والاثنين على مستوى الاجساد قوية جدا يعني الدخلات الثنائيه ما تضمنش مين يكسب ومين يخسر. بس انا في وجهه نظري فعلا كان واضح ان كل منتخب بيلعب على غلطه للتاني كل واحد مستني غلطه للتاني. الشوط الاول شوط يعني بعد البدايه القويه بشوف ان الشوط الاول للسنغال افضل شوط عمله المنتخب السنغالي في فتره جد ثلاث ماتشات دول جد عمله شوط اول ممتاز حتى من المنتخب ما بيلعب ثلاث فرص كان ممكن يخلصوهم الثلاثه في الشوط الاول الموضوع خلص. لا وكمان هم خضوا المنتخب الاكوادوري اللي كان معودني في الماتشات اللي فاتت كان بيخش المباراه بشكل قوي المباراه دي دخل عارف يا كابتن برده كان المنتخب الاكوادوري داخل فرصتين بس داخل فرصتين بيخش فرصتين بيقعد يحسب فاهم قصدي اهاجم لا ما هاجمش أأمن ده كمان ده يا جماعه بيقولوا لنا هولندا متقدمه فكده خلاص شكرا الصداره لهولندا يبقى احنا لو تعادلنا هناخد تاني. فطبعا غلطه الشوط الاول في ركله الجزاء اللي اسماعيل صحيح 100% بس جت يعني توفيق كبير قوي المنتخب السنغالي انه يخش اوضه اللبس وهو متقدم 1-0 حطها نموذج بالظبط جدا. الطبيعي بقى اللي عملته الاكوادور الشوط الثاني الاكوادور ادتنا الشكل بتاعها في بدايه الشوط الثاني زي ماتش هولندا نزلوا في ماتش هولندا اول ثلث ساعه في الشوط الثاني زنقوا المنتخب الهولندي زنقه قويه جدا والنهارده برضه عملوا نفس الامر على السنغال ووصل للتعادل. بس التوفيق برضه كاريدو كوليبالي في وجهه نظري الهدف الثاني للسنغال يعني الكوره دي لو اتعدت 20 مره مش هتخش عمرها ما تخبط في المدافع بتاع الاكوادور وتوصل له متقشره عشان هو يحطها في الجون يعني وضع طبعا التوفيق من ربنا سبحانه وتعالى. وطبعا لما تقول لمنتخب السنغال بقى العب زون ديفنس شكرا شكرا خلاص الموضوع يبقى صعب خلاص. منتخب السنغال منتخب قوي وبيعرف ازاي يتخلص من الكرات العرضيه بيعرف يقفل لك العمق وبالتالي قدروا ان هم يحافظوا على النتيجه وطبعا تاهل مستحق. واحيي بصراحه اليسو سيا كابتن اسلام ليه لمدير فني قدر يتعامل مع غياب نجمه الاول بكل هدوء. الراجل استقبل غياب ساديو ماني بكل هدوء قبل البطوله بحوالي 4 ايام هو كان مبسوط والله العظيم تحس كده يلا ماشي هنلعب في هدوء تحس ان اول لاين تحس ان هو ما يعني ان الناس مش هتركز معاهم قوي لان الاعلام مش هيركز حاجه ما تفهمش يعني انا حسيته ان هو بيقود الفرقه بشكل افضل كتير جدا جدا من وجود السنغال تكتيكيا في الثلاث مباريات وبين كام صح نتيجه فعلا منطقيه. هو خسر مباراه منطقيه من هولندا ما حدش هيطالب على الرغم ان هو لم يكن المفروض ما كانش يخسرها يعني وخد 6 نقاط من المنافسين التانيين اللي معاه فمبروك للمنتخب السنغالي وربنا معاه بقى في ماتش انجلترا. لا اليسو سي لو استكمل كلام كريم هو حتى معاهم يا كريم من 2015 هو اليسو سي يعني ده تاني اول لاعب افريقي كلاعب ومدرب بيصعد مع منتخب السنغال او بيصعد مع منتخب افريقي للادوار الاقصائيه في كاس عالم في 2002 هو كان كابتن السنغال وصعدوا وقتها المباراه دور الثمانيه كمان وخرجوا بالهدف الذهبي هم طلعوا تاني مع الدنمارك لعبوا دور ال 16 مع السويد كسبوا 2-1 السويد وفي دور الثمانيه خسروا من تركيا بالهدف الذهبي 2-1 ودلوقتي هو بيقودهم لدور ال 16 كدور اقصائي وهو مدير فني. المنتخب ده كابتن اسلام لو شفناه في 2018 هو تقريبا يعني نفس العناصر ما تاهلوش لدور ال 16 بسبب انذار بينهم وبين اليابان في التاهل اللي هي قاعده اللعب النظيف. 2019 في كاس الامم لما يبقى وصيف 2021 بياخد البطوله يعني هو على يعني بنتكلم من 2015 لحد 2021 المنتخب معاه في وضع مستقر النهارده مره وصيف فالمره بعدها بيكسب
مره ما قدرش ان هو يتاهل عشان خاطر انذار، حتى مش فرق نقاط، انذار واحد فرق معاه، المره دي هو بيتاهل. فهو في حاله حلوه في السنغال، مشروع جميل في السنغال. نتمنى هم يعني يلعبوا ماتش انجلترا ده بقى للتاريخ. يعني هم يعني وارد يبقى زي ماتش فرنسا، والناس كلها لحد دلوقتي الناس بتفتكر ماتش فرنسا والسنغال والراحل ديوب الهدف اللي جابه وازاي صعدوا النهارده احتفلوا بوجوده برقم 19 وحاج ديوب وهو في الملعب بيحتفل. لا فهي حاله، فهي حاله جميله. فنتمنى رغم ان هي للاسف الحاله دي كانت على حسابنا احنا، بس هم كفريق افريقي احنا نتمنى لهم طبعا كل التوفيق. هل بنعتبر يا كريم ان اليو سي سي واحنا بنتابع الاحصائيات، الشباب حطوا لنا الاحصائيات برضو، هل نعتبر ان اليو سي سي افضل مدير فني افريقي دلوقتي في الوقت الحالي؟ طبعا يعني بصراحه، يعني وبرضو بصراحه يجي يعني برضو لازم اشيب بصراحه بوليد الرجراجي. الرجراجي مع المغرب عامل بطوله ممتازه، بس بناء يعني لو شفنا اللي قاله ايمن احنا بنتكلم هنا في فتره زمنيه، في هيستوري، في تاريخ، مش ما اتعملش في شهر او شهرين او سنه، حتى بنتكلم على مدير فني من 2015 13 كمان. طيب يعني كيف 9 سنين فتره طويله جدا، وبنى بنى 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 قاعده قويه للمنتخب السنغالي. المنتخب النهارده بقى يعني منتخب مصنف عالميا وكمان متدرج المستوى. ده يعرفك ان كل النتائج الايجابيه اللي بيحققها نتيجه شغل. مش نتيجه يعني ايه كده ضربه حظ. بس انا عايز اسالك سؤال كريم برضو وايمن، واحنا بنتكلم انا وانا ببص على احصائيات المباراه السنغال، عامله 318 تمريره فقط. نعم. والاكوادور عامله 468 تمريره فقط. ايوه بعد الجون الثاني، اللي بعد الجون الثاني السنغال سابت الاستحواذ. دي احصائيه عامه للمباراه، التمريرات صحيحه والنسبه وكل حاجه. نعم. لكن انا بتكلم على توتال التمريرات هنا 318 وهنا 468. احنا بنشوف لا مش لو قصده الاجمالي بتاعهم الاثنين مش كبير. الاثنين ما يجيش مثلا زي هولندا. فاهم، لان المنافسه متقارب، المستوى متقارب ما بينهم الاثنين. اسبانيا عامله اكتر من 1000 تمرير. فانا بعيد قوي برضو السنغال 318. هل ده بيودينا ان هم بيعتمدوا على الكرات الطويله طويل. مثلا طبعا، والبدني ده بيرمي طويل وده بيرمي طبعا طويل. طبعا طبعا. وحتى دي هنتكلم عليها برضو على المنتخب الاسباني. في وجهه نظري المنتخب الاسباني والمنتخب الالماني قدموا لي احلى مباراه تكتيكيه في المونديال بصراحه. الرقم حاجه بتقوله ده رقم منطقي، بيؤكد ان الفرقتين كانوا بيحاولوا يعني قلقانين من بعض جدا، بيحاولوا يوصلوا للمرمى باقل عدد من التمريرات، بيحاولوا يخلقوا فرص باقل عدد من المجهود، تدخلات بدنيه كتيره جدا، الكوره ممكن تبقى خارج الملعب كتيره جدا، كان في حاجات كتيره يعني في المباراه النهارده. وفعلا بصراحه الاثنين مستواهم قريب جدا من بعض، يعني ما اقدرش اقول ان السنغال اكتسحت الاكوادور او الاكوادور كان منافس ضعيف للسنغال، لا كانت حاجه كويسه. لكن الصور اللي معانا دي اللي بقول لحضرتك من مباراه اسبانيا والمانيا، واحده من اسبانيا والمانيا اوكي، واحده من احلى، بس الحته دي مهمه جدا ما حسيتش ان حد اتكلم عليها، واحده من احلى المباريات التكتيكيه اللي انا شفتها السنه دي وبعيد عن المونديال والله. ليه بقى؟ المنتخب الالماني وفليك نازلين عارفين المنتخب الاسباني، وده بياكد كام حضرتك في حته التمريرات، المنتخب الاسباني بيعمل بيلدنج اب تيكي تاكا من عند الحارس، نزل وقف لهم في نص ما. بص يا كابتن اسلام، خط دفاع المنتخب الالماني واقف فين من بدايه المباراه؟ واقف لهم عند خط نص الملعب. اللي هو عايزك تعمل بيعمل ليه التاك ده؟ مش تعمل الطويل الهاي هاي لاين دفاع. ايوه الثاني قال انت بتعمل هاي 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 يعني اللي هو بالظبط زي حاجه بالظبط شرحت، هو عمل التكتيك ده عشان يجبره يلعب له الكرات الطويله. المنتخب الاسباني ولا الهوا مش هلعب، مش هلعب، مش هلعب برضو. هلعب برضو كرة على الأرض، هزهقني هلعب برضو كرة. طيب بمرور الوقت احنا عايزين نفهم هو انريكي عايز يعمل ايه، عايز يخترق المانيا ازاي. كانت تريك بصراحه اكثر من رائع، تريك جميل جدا. كان بيعمل ايه ببساطه؟ بيقعدوا يرجعوا الكوره لأونياي ورا الحارس، حارس مرمى المنتخب الاسباني، ويجروا المنتخب الالماني ان هو اللي يجي يضغط عليهم بشكل كبير جدا، ويروح مودي الكوره في نص ملعبه هو في جنب، ويبدا يحس المنتخب الالماني ان هو هيهاجم من الجبهه دي، ويبدا مركز على زي حاجه شايفين. وهوب اول ما يعدي نص ملعب المنتخب الالماني يلاقي ان المنتخب من نفسه يلاقي ان هو اتضرب في الجبهه المعاكسه. الكوره دي الهجمه دي او التكتيك ده اتعمل في الشوط الاول مع المنتخب الالماني اكتر من 4 5 مرات. والنقطه دي يا جماعه ما بتتعملش فعلا بقى يا كابتن اسلام في زي مثلا منتخب السنغال ومنتخب الاكوادور في 10 تمريرات ولا 15 تمريره. الهجمه دي الهجمه الواحده لا يقل من 40 ل 50 تمريره.
وعشان كده بنيجي في يعني في فول ستاتس اخر المباراه بنلاقي ان المنتخب الاسباني متوسط تمريراته ممكن يعدي ال 700 و800 وقدام منتخب زي كوستاريكا يكسر ال 1000 تمرير. طيب برضو كريم كاليدو كوليبالي هو رجل هذه المباراه الحقيقه يستحق. يعني كمان هو صاحب اللقطه زي ما كريم قال كده، هو اللي تواجد في المكان وهو يستحق. هو لعيب رزق، هي كره رزق يعني زي كل حاجه رزق، زي قصه برونو وفرنانديز وكريستيانو، زي يعني هي الكوره كده فجاه ممكن تلاقي اللعيب دي ارقامه. فهي ارقامه في المباراه كمدافع النهارده ان هو اللي بيجيب الهدف اللي بيصعد بيه منتخب بلاده، دي حاجه. بس اللعبه دي طبعا في اجمالي المونديال، مش في دقائق اللعبه، مش في الماتش، مش في الماتش. لا ممكن تبقى في الماتش يا كريم، خلاص بقى كلينا كلينا قال انت الماتش بتاعك هيعدي ال 100 دقيقه. ايوه 104 لا ما خلاص كلينا قال الماتش ممكن يعدي. احنا كنا متعودين على ده في مصر بس، لكن دلوقتي اصبح في العالم كله انتشر. بس على فكره كان في كام ماتش كده في الجوله اللي فاتت عدوا 6 دقايق بس. لا ده كان 3 4 دقايق. في ماتش مش فاكر اليابان، كان في ماتش كان في دقيقه كنت عايز اقول ما بيلعبوش اوتاد دول. غريب. لا انا في هل في حاجه فاتتني مثلا؟ لا فلا هو يستحق طبعا، وهي زي ما انت قلت هي رجل المباراه تحديدا، هي بتبقى من لقطه نادرا قوي لما بتلاقي رجل او على اجمالي المباراه، هي لازم بتطلع هو نجم كده فجاه ياخدها، زي اول ماتش كريستيانو خدها. ممكن اول ماتش حتى كريستيانو ما جريش يعني ما عرقش قوي في الماتش، لكن خد رجل المباراه. فهي زي ما قلنا كده بتبقى ارزاق يعني. عموما الف الف مبروك للمنتخب السنغالي صعوده لدور ال 16، ان شاء الله يعمل مباراه تاريخيه زي ما كريم قال. نسيبوا نفسهم بس انجلترا، وان شاء الله تبقى مباراه قوي جدا. انجلترا واليوم الاحد 9 بالليل كمان ساعتها. عموما خلينا نطلع فاصل اخير، وبعد هذا الفاصل نرجع بقى نتكلم عن الاربع مباريات بتوع الساعه 9 بالليل، ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. المفروض حد فيكم كان يتفرج على مباراه ايران وامريكا، والتاني يتفرج على مباراه انجلترا وويلز. ابص ضاعك في ثانيه. ما انا جاي من انا جاي من اخر الدنيا. انا سمعتها في الراديو. انا سمعت عنها. سمعت عنها بس جيت شفت هنا اخر كام دقيقه، كان ايران في اخر دقيقتين ثلاثه كان كريم بيستعد بقى للحلقه. الناس كلها اتفرجت على ايران وامريكا، محدش اتفرج على انجلترا وويلز يعني. لا كان شبه محسوم الماتش اصل انجلترا وويلز. طيب نبدا بايران وامريكا برضو عشان نبتدي نشوف التشكيلات ونشوف كل هذه الامور. هذه المباراه كيف رايتم هذه المباراه؟ المباراه بصراحه بوليسيتش الشوط الاول عمل كل حاجه في الكوره. كل ما لعيب ممتاز جدا جدا. ما تشوفوش هو اتصاب، بس هو في الجون يعني دخل في حارس مرمى المنتخب الايراني وفضل بره بيتعالج لمده 5 دقائق وداس على نفسه ونزل. مشكل المنتخب الامريكي. ده المنتخب الامريكي طبعا. عايز اشيد برده بداست وروبنسون. الشوط الاول روبنسون خد الجبهه الشمال اللي هي اليمنى بتاعت ايران. شارع شارع والله العظيم. راجل واخد الكوره طالع جاي بيها بيرقص اي حد قدامه، بيعمل الكروس من اي حته. بصراحه الشوط الاول امريكا عملت كل حاجه في الكوره يا كابتن. صحيح صحيح. وبصراحه طبعا كيروش، احنا عارفين كيروشو يعني من فترته معانا، اول ما يشوف المنظر كده مش ولا بد اقف يا ابني ورا وما تتقدمش ونلعب على الهجمات المرتده. طبعا كان بيلعب على طبعا ازمون طبعا مهاجم المنتخب الايراني نجم تشكيل نجم الإيراني. نجم من الفريق قوي بصراحه ازمون طبعا، لاعب ليفركوزن الالماني، لاعب ممتاز ولاعب كويس. بس طبعا ايد واحده ما تسقفش منتخب. ومهدي ترمي، ما هو ترمي برده واحد كويس بس مش زي ازمون. ما بشوفش زي ازمون يعني. بس الشوط الاول بصراحه صعب جدا بقى يعني مهما كنت صحيح. تملك صحيح. نجم قدام فريق متكامل، قدام فريق بيلعب وكان الصغير جاب جون يا خبر ابيض على الفينش. بس حظه السيء ان هو كان تسلل بجزء من ركبته. انا والله زعلت على الهدف ده، حط فينش مش ممكن بوش رجله. موضوع تكنولوجيا الاوفسايد ده صعب بصراحه صعب يعني جدا. التكنولوجيا في اي حاجه لكن في الاوفسايد لا، هي المشكله ان قانون الاوفسايد نفسه رخم يعني الصراحه. اوفر قوي موضوع الركبه والكتف والراس والشورت حاجه يعني فرت الشعر. ورونالدو اصل شعره ما لمسش الكوره. اصل احنا بتوع اديداس قال لك احنا اصل احنا عندنا جهاز استشعار ب 5 ميجا هرتز موجود. بس عمله بصراحه يعني رونالدو عمله بصراحه عيب بصراحه يعني ان هو يحول الموضوع. زميله برضه يا اخي بص بص اللي من جوه صدره هو اسود اسود من جوه اسود. يعني ينفع احنا نقول ان ميسي بيلبس اديداس فعشان كده ميسي ياما. ميسي مره كان معاه بينالتي وبصل كوره سواريز
يعني سوري الراجل من امبارح يا كابتن اسلام يعني البرتغال يا جماعه تاهلت دور 16 نحتفل بالبرتغال. طب ما هو احتفل وكان حاضنه في الاخر. كان حاضر في الاخر. مالناش دعوه بيه يا عم. لا احنا منه ده عشان ده احنا ما بيحبش ريال مدريد ما اعرفش ليه. من كتر ما جاب فيهم اجوان. ما يعني الموضوع صعب. ما جاب فيهم اجوان. طيب نتكلم عن احصائيات المباراه ما بين ايران واهو تاني سمير جابها لنا اهو. لا بس مش دي ده جون. احصائيات المباراه ما بين ايران وامريكا زي ما حضراتكم شايفين يعني الحقيقه امريكا كانت مستحوذه على الشوط الاول كاملا بدون اي يعني ايران كانت بتحاول في الشويه اللي انا شفتهم للامانه هم يعني بيحاول في الشوط الثاني هم بيحاولوا برضه زي ما كريم قال كده كور طويله حتى لاخر خمس دقايق كانوا بيلعبوا على بينالتي حتى أوكي. في كوره في الاخر اعترضوا فيها شويه في الدقيقه الثامنه من الوقت بدل الضايع يعني هو حسب تسع دقايق هم في الدقيقه الثامنه او السبعه من الوقت بدل الضايع كان في اعتراضات كبيره جدا عشان هي كوره اتلعبت برده طوليه اللعيب المهاجم بتاعهم عملها على طريقه فلافيو كده سندها في ال 18 لمجرد بس حط كده ايده كده على كتفه وقع والكره عدت من حارس امريكا لكن المدافع طلعها والحكم ما حسبهاش لان فعلا ما فيهاش ضربه جزاء وبعديها لعبوا كره طويله ثانيه كابتن اسلام وبرده راح المهاجم بتاع ايران واقع على اثناء فهم كان فهو الموضوع للامانه حتى امريكا احسن محاوله على المرمى يعني لا امريكا عامله ما عندوش ولا محاوله على المرمى في مقابل بتاعهم برده ما كانش قوي 0.3 بس انا كابتن اسلام التمريرات بص عشان هي المباراه اصلا هتلاقي التمريرات 501 ماشي يعني على فكره ده الطبيعي 500 وال500 وال600 ده الطبيعي او ال400 يعني 500 و600 ده الطبيعي لكن 300 بتبقى قليله لان بتبقى قليله لان الموضوع بيبقى صعب المحاولات على المرمى حتى بص يا كابتن اسلام امريكا 11 منها 5 محاولات صحيحه ايران 0 من 3 ففي فرق كبير وامريكا للامانه برضو عاملين منتخب كويس وبولوزيتش حتى البطوله كلها يعني كريم اتكلم على المباراه دي ما هي 26 هتتلعب هناك بالظبط فهم بيعدوا جيل كويس واغلب اللعيبه دي هي اساسيه في انديه حقيقي. مميزه فلا هم الصراحه يستحقوا التاهل هم وانجلترا ويلز ما عملتش ما يستحق وايران هي طيب مباراه نروح لمباراه انجلترا وويلز هذه المباراه برضو اللي ما حدش شافها تقريبا لكن لانها كانت منتهيه هو سايد جيم يكفي ان راشفورد وفودن جايبين جونين في خضم 3 دقايق يعني راشفورد بيحتفل ويلز سنتره انجلترا تاخد الكوره هوب فودن حط الجول الثاني فودن لا وراشفورد وفودن هم اصلا مش اساسي يعني هو حتى واضح ان المدرب بدا المباراه دي لا انا اقصد ان هم مش اساسيين في البطوله مع ساوثجيت هم ابتدوا البطوله فهو واضح ان هو برده ايه حب فودن وهاري كين ومعاه قايمه بصراحه قايمه قويه جدا هو كان بس ناقص يتغير ساوثجيت ده يعني بشوف ان هو ما اعرفش ما بحبوش كفنيا يعني هو من اقل بس هو برده والله عامل نتائج كويسه يعني هو اللي وصل 6-3 للنهائي اليورو برده فاينل يورو كويس ورابع كاس عالم ورابع كاس عالم كويس والسنه دي اعتقد وطريقه يعني هو طبعا طريق المنتخب الانجليزي هيضرب في فرنسا دور الثمانيه وارد تبقى فرنسا والارجنتين والارجنتين طلعت تاني اذا طلعت تاني طبعا فانا في وجهه نظري المنتخب الانجليزي هيبقى مفاجاه البطوله انا من الاول قايل ان المنتخب الانجليزي قد يصعد للمباراه النهائيه بسبب ان هو فاكر لا بجد والله والله انا متوقع ان انجلترا تاخد البطوله قلت لهم ان المنتخب الانجليزي هيعمل شغل جامد جدا طيب نروح لاحصائيات هذه المباراه مباراه منتخب انجلترا ومنتخب ويلز طبعا 3 اهداف 9 فرص للمنتخب الانجليزي احرزوا منهم 3 ويلز ليها فرص ومش على المرمى كمان وهتلاقي جاريث بيل شاطها من على ناحيه الجولف بالجولف كده بالجولف بتاعها 64% نسبه استحواذ فرق كبير يعني هي ويلز ما بص ويلز عامله ايه 351 تمرير انت متخيل؟ لا لان هم ما فيش يعني هم فعلا يعني 700 الناحيه الثانيه 632 يعني منتخب خسر من ايران منتخب تعادل مع امريكا حتى بالعافيه بنالتي في الاخر يعني هو منتخب كاس العالم ده من 58 ده اول مره يتقال من 58 فبعيد هم بعيد الصراحه يعني لا حتى ما عندهمش ما تحسش ان هم عندهم مشروع حتى الان الاول والثاني في كل مجموعه اعتقد ان هو شيء منطقي جدا حتى الان يعني بالظبط طيب عموما خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن اهم مباريات غدا في بكره ان شاء الله 4 مباريات اللي هيحصل فيهم خلينا نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل استراليا والدنمارك وتونس وفرنسا المباراتين دول هيبقوا في تمام الساعة الخامسة استراليا والدنمارك توقعاتك لهذه المباراة مباراة ربما
شكل الجدول المنتخب الاسترالي الوصيف حاليا بثلاث نقاط والمنتخب الدنماركي عنده نقطه واحده بس. اشوف ان الدنمارك عن نفس فكره امريكا وايران انها تلعب على فرصه واحده وكمان هم فنيا وتكتيكيا افضل هيكسبوا ويطلعوا وصيف. تونس وفرنسا من الاقرب؟ لا يا طبعا الاقرب فرنسا صعب. شايف بقولها بحزن. انت المفروض ترد هتقول لي السؤال ده بحزن. لا يعني ما هي مفاجاه احنا مستنيين مفاجاه زي طبعا. يعني زي اي مفاجاه في المونديال لان تونس لعبوا بس على اللولو وهنشوف الدنيا ممكن ازاي. تمشي لان فرنسا خلاص هي فرنسا بالنسبه لها موضوع فيه صداره يعني يا اما يكسبوا لكن هم كده صعدوا لكن تونس هي اللي هتلعب على الفرصه الواحده فوارد يعني تحاول يمكن فرنسا تريح شويه يعني مش عارف الموضوع صعب لازم يعني لازم تكسب تونس لازم تكسب وتستنى الدنمارك ما احنا بنقول كانت السعوديه لازم تكسب الارجنتين وكسبت الارجنتين حد كان يتوقع هذا هذه المباراه حد كان يتوقع هذه النتيجه خالص بس فرنسا 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 والارجنتين على اساس ان الارجنتين مش ارجنتين فرنسا ايوه الارجنتين على فكره حتى تونس لو كسبت هي مش شرط تصعد كمان هي مستنيه لازم تستنى ان استراليا تخسر ان استراليا لو كسبت خلاص ست نقط خلاص لو تعادلوا يبقوا أربعة ونخش في حزمة النتائج المباشرة المفاجآت بكرة في هذه المجموعة طبعا العالم العربي كله هيتفرج على مباراة تونس وفرنسا إن شاء الله كل التوفيق للمنتخب التونسي في هذه المباراة مباريات الساعة 9 كريم السعودية والمكسيك وبولندا والأرجنتين نبدأ بالسعودية والمكسيك ماتشين ضرب نار بصراحة يعني السعودية طبعا إن شاء بجد قديم مستوى هيرفي رينار عامل مستوى رائع مع المنتخب أتمنى بصراحة إن رحلتهم مع المونديال ما تنتهيش في دور المجموعات رغم ان فعلا هيلعبوا منتخب مكسيكي منتخب قوي منتخب يعني تكتيكيا قوي جدا ولازم يلاقوا حل لوزانو لوزانو لازم تلاقي له حل بصراحه يعني بس ان شاء الله باذن الله نحتفل بصعود المنتخب السعودي بكره بولندا والارجنتين برضه المباراه لان بنتكلم بولندا هي محتاجه نقطه عشان خاطر تصعد فالموضوع بالنسبه لها هتحاول ان هي تقف قدام الارجنتين زي شفناهم هم قدام السعوديه تقريبا كانوا صامدين وخطفوا خطفوا الجونين بشكل او باخر لكن اعتقد الارجنتين الحاله دلوقتي حتى مع شفنا يعني بعد ما كسبوا المكسيك في فرحه يعني في اللي هو ايه الدنيا معنويا فتح اللي هو يحسوا ان موضوع ماتش السعوديه كان صحيح السعوديين عاملين حاله في على المنتخب لدرجه المنتخب الجمهور منتخب الارجنتين بيغني لسالم يعني بيغني على سالم الدوسري لما ان هم خسروا من بولندا انت متخيل الحلقه شفناش ده كتير يعني بالظبط يعني منتخبات الارجنتين وبولندا النهارده واخدين منتخب السعوديه موضوع شخصي بالنسبه لنا ازاي منتخب عربي واسيوي بيبقى ند معانا لا فان شاء الله السعوديه تكسب المكسيك ست نقط الارجنتين تكسب حتى لو يعني وارد نشوف السعوديه اول فريق اهداف لو ست نقط وست نقط فرنسا مين اللي هيطلع معاها؟ استراليا ولا تونس؟ انا بقول فرنسا والدنمارك فرنسا والدنمارك انا بقول فرنسا والدنمارك برضه مين اللي هيطلع مع المجموعه دي صعبه صعبه جدا يا كابتن يعني مين بس الورقه دي يا كابتن دي الفيفا كانت عامله الاحتمالات بتاعه التاهل لكل دي المجموعه اللي بتاعت بص الورقه عامله ازاي كل منتخب ليه سطرين احتمالات ان هو يتاهل فالموضوع يعني المجموعه فعلا معقده انا اقول تمني الشخصي ليا بولندا صداره والسعوديه مركز ثاني يا نهار ابيض قلب على ميسي قلب على ميسي ملوش ملوش صح بعت ميسي بكام يا عشري مالكش صاحب انت انا قلت التمرين لا انا طبعا ميسي على الرغم ان انا راجل مدريدي جدا لكن هو ميسي اصلا مش مشروع. بعد الاهلي انا بشجع ريال مدريد صراحه ميسي فاريسي فاريسي ميسي فاريسي بس هو يعني ماشي يا عم انا رايك قال لك خلاص بقى ميسي عموما نتمنى يا رب كل التوفيق للمنتخب السعودي والمنتخب التونسي في مباراته غدا انا بشكرك جدا يا كريم انا بشكرك جدا على وجودكم معانا انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وغدا ان شاء الله حلقه جديده من البيت الكبير